بسم الله الرحمن الرحيم. كان اخر حاجة اتكلمنا عنها اللي هي ايه التوبولوجيز، صح؟ طيب لما كنا جبنا سيرة الكومبوننت بتاعت الشبكة، قلنا الشبكة بتتكون من اند ديفايسز، صح؟ انترميديت او انترميديت ديفايسز اللي هي النتورك ديفايسز اللي هي بتربط الاجهزة دي كلها بعضيها، وايه كمان ميديا سواء كيبلز او وايرلس، تمام؟ في كومبوننت ما جبناش سيرته خالص، ايه هو؟ بروتوكول. اسمه ايه؟ بروتوكول. كتشبيه عشان نفهم احوار البروتوكول، لغه حوار مشتركه، بمعنى انا دلوقتي بتكلم عربي، انتوا بتتكلموا برضو عربي، لو انا اتكلمت لغه وانتوا لغه تانية خالص هنقدر نستوعب بعض او نفهم بعض؟ لا. نفس الكلام بالظبط بالنسبه لاجهزه الكمبيوتر، عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض في نفس الشبكه لازم يكونوا بيتكلموا نفس لغه الحوار. يعني على سبيل المثال سنه 1974 جت شركه اي بي ام عملت بروتوكول اسمه سنا، سيستم نتورك اركيتكتشر، تمام؟ جت شركه مثلا على سبيل المثال ابل عملت بروتوكول اسمه اي تي بي، ابل توك بروتوكول، تمام؟ جت شركه نوفل عملت بروتوكول اسمه اي بي اكس اوفر اس بي اكس. ده يعني ايه؟ معنى كده ان السيرفرات بتاعه اي بي ام هتقدر تتعامل مع بعض ولا لا؟ اجهزه ابل هتقدر تتعامل مع بعض في نفس الشبكه ولا لا؟ لكن لو انا عندي سيرفر اي بي ام وجهاز كمبيوتر ابل هيقدروا يتعاملوا مع بعض؟ لا، ده بيتكلم لغه وده بيتكلم لغه ثانيه خالص، تمام؟ طيب ثانيه واحده، طب ما هو دلوقتي الواقع بيقول غير كده. انا مثلا في البيت عندي مثلا الجهاز بتاع اللابتوب بتاع ويندوز، تمام؟ وبقدر مثلا اتعامل مع مي وكونتاكت معاها، رغم ان مي الجهاز مثلا بتكلمني على الفيس مثلا اندرويد موبايل او ايفون، تمام؟ او فتحي عنده جهاز الكمبيوتر بتاعه اوبنتو لينكس، تمام؟ ورغم كده بنقدر نتعامل مع بعض ونبعت لبعض داتا عادي جدا، ماشي بقى؟ علشان كده قال لك ايه، بدل ما تسيب كل شركه تحط الستاندرد او لغه الحوار المشتركه الا على مزاجها، طب ما احنا نحط ستاندرد واحد على مستوى العالم، تمام؟ ففكروا، قال لك احنا هنعمل اتنين ستاندرد. عملوا ايه؟ اتنين ستاندرد، واحد اسمه او اس اي والتاني اسمه تي سي بي اوفر اي بي. طب تعالوا كده الاول نتكلم تاريخيا عن كل واحد فيهم وبعد كده نشوف مين اللي انتشر اكتر. تاريخيا مين اللي ظهر الاول؟ الاو اس اي، وبعديه على طول ظهر التي سي بي اوفر اي بي. او للدقه، لو هنتكلم للدقه، قبل التي سي بي اوفر اي بي ما يظهر كان في موديل تاني اسمه دود، ديبارتمنت اوف ديفنس، تمام؟ ايه ديبارتمنت اوف ديفنس دي؟ هي فكره الانترنت كلها على بعضها. بدات ازاي؟ قال لك كان في هيئه اساسا تبع وزاره الدفاع الامريكي اسمها هيئه الضربه. هيئة الضربة دي قررت ان هي تعمل مشروع بسيط جدا جدا سمته مشروع الاربا نت. سمته مشروع ايه؟ الاربا نت. هيئة الضربة دي لما عملت المشروع ده كان الهدف منه ربط جهاز الكمبيوتر الحوار كله بس، تمام؟ كان الهدف منه ايه؟ ربط جهازين كمبيوتر، تمام؟ ما كانوش يتخيلوا في احلى احلامهم ان الانترنت هيوصل بالمنظر ده، لانه كان بدا اصلا مش كحاجه تعليميه او حاجه للعامه، يعني ده كان بدا زي ما اتفقنا كحاجه ايه تبع حربيه، يعني ايام الحرب البارده ما بين امريكا وروسيا كانوا مقلقين ان الداتا تتحط في مكان واحد، فكانوا عايزين يحطوا الداتا على اكتر من جهاز عشان لو جهاز اتضرب في كوبي من الداتا تتنقل على جهاز تاني. دي كانت الفكره كلها. عجبت قوي قوي الناس اللي هناك اساسا، وزير التربيه والتعليم هناك قام واخدها عشان يطبقها في التعليم، انتشر بعد كده ايه؟ الانترنت، تمام؟ للدقه كان الدود ده اول واحد ظهر وكان فيه شويه مشاكل، تمام؟ اللي عملت وزاره الدفاع الامريكي. بعديه على طول ظهر الاو اس اي. مين اللي عمل الاو اس اي؟ مجموعه من الفولنتيرز، مجموعه من المتطوعين تبع منظمه الايزو. بعديه على طول جت وزاره الدفاع الامريكي اخدوا الدوت عدلوا فيه وظبطوا المشاكل اللي كانت فيه، وقاموا عاملين التي سي بي اوفر اي بي. ها واضحه كده؟ طيب وللدقه مش عايزه ادخلكم في مداهات ثانيه، يعني كان في قبل التي سي بي اوفر اي بي كان في واحد ثاني اسمه تي سي بي اي بي، مش تي سي بي اوفر اي بي، لا ده كان تي سي بي اي بي، تمام؟ ليه؟ قال لك اصلا كان في موديل كده اسمه بروتوكول اسمه التي سي بي، ده اصلا كان اللي عملوه اصلا مجموعه من الطلبه في جامعه، تمام؟
فعجب قوي قوي وزاره الدفاع الامريكي قامت واخداه وقامت حاطاه جوه التي سي بي اي بي، فعملوا تي سي بي اوفر اي بي. لان مشكلتي مع التي سي بي اي بي في حاجه، ايه هي؟ انه كانوا الاثنين مدمجين مع بعض. الناس اللي معايا كلهم يعني اغلبهم عندهم باك جراوند في الشبكات، تمام؟ اللي مش عنده باك جراوند يفوت الكلمتين دول كاني ما قلتش حاجه. بروتوكول التي سي بي ده بروتوكول ريلايبل اقدر اعتمد عليه، الداتا كلها بضمن فيها ان هي وصلت من سورس لديستنيشن. في بروتوكول تاني اسمه يو دي بي، تمام؟ انريلايبل ما اقدرش اعتمد عليه، في اجزاء من الداتا بتقع مني، تمام؟ مشكلتي مع التي سي بي اي بي ان هو واحد بس باكج على بعضها، ما ينفعش ان انا اتعامل مع بروتوكول الاي بي اوفر يو دي بي، هو باكج على بعضه، تمام؟ فلما دلوقتي الطلبه بتوع اللي هي الجامعه دي عملوا التي سي بي، عملوا التي سي بي اخدوه دمجوه مع ده، فعملوا تي سي بي اوفر اي بي، بحيث ان انا اقدر ان انا اشغل بروتوكول الاي بي اوفر تي سي بي او بروتوكول الاي بي مع بروتوكول اليو دي بي. اللي ما عندوش باك جراوند الشبكات يعدي الكلمتين اللي انا قلتهم دول كاني ما قلتش اي حاجه خالص، تمام؟ فتاني الدوت ظهر الاول الاو اس اي، بعد كده مين؟ التي سي بي اوفر اي بي. مين اللي انتشر ومين اللي كسب؟ التي سي بي اوفر اي بي، للاسف التي سي بي اوفر اي بي، تمام؟ الاو اس اي لما ناخده النهارده ان شاء الله هكتشف ان هو 7 لايرز، ده هكتشف ان هو 4 لايرز لغايه ما نعرف الفرق النهارده باذن الله. ويعني ايه اساسا لايرز؟ ده خلى التي سي بي اوفر اي بي اسرع بدرجه خفيفه من الاو اس اي، بس مش ده السبب الرئيسي اللي خلى التي سي بي اوفر اي بي ينتشر ويكسب. امال ايه هو؟ الادرس على الاجهزه، احنا قلنا الادرس اللي هو ايه؟ عنوان الجهاز على الشبكه، تمام؟ الادرس على الاجهزه في التي سي بي اوفر اي بي كان حاجه سيمبل كده اسمها اي بي، حاجه سيمبل اسمها ايه؟ اي بي. انما بالنسبه للاو اس اي كان الادرس على الاجهزه اسمه سي ال ان اس، كونكشن ليست نتورك سيرفيس، تمام؟ اللي فيكم باذن الله هيدرس ادفانسد اكتر في شبكات خصوصا في سيسكو، في مجال سيسكو يعني، هيعرف ان السي ال ان اس ده كان بيتكون من كام رقم بالظبط؟ من 6 لغايه 20 بايت. انما الاي بي لغايه ما ناخده بالتفصيل ان شاء الله حاجه كده سيمبل، رقم بالديسيمال بالنظام العشري، رقم دوت رقم دوت رقم دوت رقم 10 دوت 5 دوت 6 دوت 7 مثلا، حاجه سيمبل قوي. انما السي ال ان اس تاني كان بيتكون من كام؟ من 6 بايت لغايه 20 بايت. معلش يا مي كده عايزه ادخل شير على الجهاز بتاعي، السي ال ان اس بتاع جهازي كام؟ تخيلوا بقى عشان ادخل على كذا هيبقى شكله عامل ازاي، صح؟ وعشان كده العالم استغبى وقرر ان هو يشتغل بالتي سي بي اوفر اي بي. كان السبب الرئيسي ان هو قرر يشتغل بالتي سي بي اوفر اي بي ان الادرس على الاجهزه سيمبل قوي اي بي. طب ليه انا قلت يستغبى؟ لان الاي بي ما بقاش يكفي، لولا تكنولوجي معينه هنتكلم عنها باذن الله، لولاها كان الاي بي اللي احنا بنتكلم عنه ده انقرض من زمان، تمام؟ التي سي بي اوفر اي بي اللي موجود في الشبكه اللي حواليكم دي اساسا فيرجن 4، ما هو ده عباره عن سوفت وير موجود على كاس الكمبيوتر. اي برنامج في الدنيا بيبقى له ايه؟ فيرجن. فاللي احنا شغالين بيه دلوقتي على الاجهزه اللي قدامكم دي ايه؟ فيرجن 4، ما بقاش مكفي. وعشان كده بداوا يتكوا اكتر ان هم يعملوا فيرجن تاني خالص من الاي بيهات من التي سي بي اوفر اي بي اسمه تي سي بي اوفر اي بي فيرجن 6. لما ناخده مع بعض باذن الله تي سي بي اوفر اي بي فيرجن 6، ولو حد فيكم درس ادفانسد شبكات ودرس السي ال ان اس هيحس ان هم قريبين جدا من بعض. معنى كده ان هم لو كانوا اتذاكوا من البدايه واشتغلوا بالاو اس اي وبالسي ال ان اس ما كانوش هيضطروا ان هم يعملوا فيرجن جديد خالص من تي سي بي اوفر اي بي فيرجن 6، ويبداوا بقى يفكروا دلوقتي ازاي ينقلوا العالم من فيرجن 4 لفيرجن 6. لان مش هينفع بين يوم وليله كده العالم كله يتحول من اي بي فيرجن 4 لاي بي فيرجن 6، لازال في اجهزه ليجاسي، اجهزه قديمه ما بتعملش سبورت لاي بي فيرجن 6. في اي مشاكل في الجزء ده؟ ورغم ان احنا اللي انتشر اكتر هو تي سي بي اوفر اي بي، وده اللي شغالين بيه دلوقتي حتى على اللاب بتاعي، تمام؟ الا ان احنا هنبدا بدراسه مين؟ الاو اس اي. ليه؟ لو احنا فهمنا الاو اس اي كويس جدا هنقدر نفهم التي سي بي اوفر اي بي كويس. اي اسئله لغايه دلوقتي؟ تمام. او اس اي اوبن سيستم انتر كونكشن. ايه كلمه اوبن دي بقى؟ اوبن يعني ايه؟ اي حد بالظبط. في عندي برامج بنسميها اوبن سورس كود وكلوزد سورس كود. طبعا المنافه كلوزد سورس كود، تمام؟
اوبن سورس كود وكلوزد ايه سورس كود. ايه الفرق ما بينهم؟ تعال اشبه لكم. مثلا عندي دلوقتي برنامج انا نزلته على كاس الكمبيوتر بتاعي، مثلا وين رير، ريل بلاير، اي برنامج من البرامج دي، الامتداد بتاعه اي اكس اي، صح؟ هسطبه ازاي؟ دبل كليك وسطب. انا عارفه دلوقتي ايه هي لغه البرمجه اللي اتكتب بيها الابلكيشن ده، سي ولا سي بلس ولا سي شارب ولا وات ايفر؟ لا صح. فالبرامج اغلبها بتاعه الويندوز بنقول عليها ان هي كلوزد سورس كود، انا مش عارفه الاكواد اللي اتكتب بيها ايه. تمام. لو حد فيكم اتعامل مع اللينكس بقى على سبيل المثال، اغلب برامج اللينكس بنقول عليها ان هي اوبن سورس كود. يعني ايه اوبن سورس كود؟ عايزه انزل البرنامج في اللينكس، تمام، بنزل البرنامج مضغوط، افك الضغط، الاقيه عباره عن فولدر. قال لا، فين الملف اللي المفروض اسطبه؟ ده فولدر. ادبل كليك على الفولدر، ادخل جواه، الاقي اغلبه ملفات زي ملفات التكست كده، تمام. ممكن ادبل كليك على اي ملف فيهم وانا شايفه الاكواد بعيني، اقدر اعدل فيها. لو انا واحده بروجرامر اقدر ان انا اعدل في الاكواد دي، واضحه لغايه دلوقتي؟ وبعد ما بعدل فيها بعمل حاجه اسمها كومبايلنج. كومبايلنج يعني ايه؟ كتشبيه، ان انا بطلع منه حاجه اي اكس اي اقدر ان انا اسطبها. واضحه كده؟ ده الفرق ما بين اوبن سورس كود وكلوز سورس كود. الاو اس اي ده اوبن سورس كود. يعني ايه اوبن سورس كود؟ يعني شركه جينبر اخذته وظبطته بطريقتها بحيث يشتغل على الراوترز بتاعتها، سيسكو اخذته وظبطته بطريقتها بحيث يشتغل على الراوترز بتاعتها، مايكروسوفت اخذته وظبطته بحيث يشتغل على اكست الكمبيوتر بتاعتها. كان زمان ما كانش اسمه اسم الاي بي بتاع الجهاز، كان زمان قوي اسمه سي ال ان اس الجهاز، مش اي بي الجهاز. انما دلوقتي خلاص مفيش اي اوبريتنج سيستم هتدخل عليه بدل كلمه اي بي هتلاقي سي ال ان اس، لا ده خلاص معنى كده انه انقرض خالص. لا ما انقرضش خالص، بس ده بقى بنظبطه في ايه؟ في سيسكو، مالناش دعوه بيه في الكورس بتاعنا. انا عايزاكم بس تعرفوا معلومه ان هو ما انقرضش خالص، لازال موجود بس بطريقه معينه. اب تو ذيس بوينت، حد وقع مني في حاجه؟ تمام. الاو اس اي ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن سوفت وير بينزل على كاس الكمبيوتر، تمام، زي التي سي بي اوفر اي بي. هو كمان سوفت وير بينزل على ايه؟ جهاز الكمبيوتر. تعالى اوريكم مثلا كده التي سي بي اوفر اي بي في مكانه، تشينج ادابتر اوبشنز، تمام، ده كارت الشبكه بتاعي، بروبرتيز، اللي هو ده السوفت وير، تمام. بينزل امتى؟ لغايه مثلا الويندوز ميلينيوم، لما كنت بنزل ايام ميلينيوم بقى، محدش يجي على الميلينيوم ده، تمام. لما كنت بنزل الويندوز الميلينيوم، اول ما انزله ادخل على الشاشه دي ما الاقيش السطر ده اصلا، تمام. مجرد ما اعرف كارت الشبكه الاقي السطر ده ظهر، معنى كده ان التعريف اصلا او السوفت وير ده سوري كان بينزل مع تعريف الكارت. اول ما نزل الويندوز الاكس بي، تمام، لا بقى بينزل اساسا في الويندوز حتى لو كارت مش متعرف. مجرد ما نزل الويندوز ادخل هنا الاقي السطر ده موجود، فدلوقتي بقى بينزل مع مين؟ مع الويندوز اصلا، تمام. ايه بقى حوار السوفت وير ده؟ عباره عن ايه؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي كاس كمبيوتر ايه عايز يبعت داتا لكاس كمبيوتر بي. الداتا بتطلع من جهاز الكمبيوتر ايه بتعدي على الاو اس اي موديل اللي بيتكون عندي من 7 ليرز، 1 2 3 4، تمام، اللي هم ايه؟ ابلكيشن، برزنتيشن، سيشن، ترانسبورت، نتورك، داتا لينك، فيزيكال، تمام. السبع ليرز دول موجودين عند السورس وزيهم بالظبط برضو موجود عند مين؟ الديستنيشن. الداتا بتطلع من جهاز الكمبيوتر تدخل على الاو اس اي، تنزل لغايه الفيزيكال لاير، تترمي على السلكه بتاعتي سواء وايرز او وايرلس، تمام، توصل للناحيه الثانيه، توصل لكاس الكمبيوتر الناحيه الثانيه. مش فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا دي حاجه في السلك ولا عباره عن سوفت وير؟ ده ايه بالظبط؟ قال لك دلوقتي لما انا بكتب داتا على كاس الكمبيوتر، اول لما بضغط انتر بس تكون داتا ريليتد بالشبكات. يعني ايه داتا ريليتد بالشبكات؟ ما افتحش الوورد مثلا، تمام، واقول الاو اس اي هيشتغل، مش هيشتغل. لكن لو فتحت الفايرفوكس وكتبت فوق www.yahoo.com، اول ما اضغط انتر الاو اس اي هيتحفز انه يبدا يشتغل. هيروح الاو اس اي السوفت وير اللي جوه كاس الكمبيوتر ده، احنا كله السوفت وير اللي موجود جوه كاس الكمبيوتر ده، يمسك الداتا من الفايرفوكس يعمل فيها 7 اكشنز، ينفذ عليها 7 اكشنز. بعد ما ينفذ عليها الاكشن يرمي الداتا على السلك،
توصل للطرف الثاني، الطرف الثاني يبدا يعكس الاكشنز. يعمل ايه؟ يعكس الاكشنز. يعني ايه يعكس الاكشنز؟ على سبيل المثال لو السورس ضغط الداتا مطلوب بالديستيشن يعمل ايه؟ يفك الضغط. لو السورس شفر الداتا مطلوب بالديستيشن يعمل ايه؟ يفك التشفير. واضحه كده؟ السبعه ليرز دول يهموني جدا ان انتوا تكونوا حافظينهم عن ظهر قلب. قدرتوا تحفظوهم بالترتيب بالمنظر ده اوكي، ما قدرتوش تحفظوهم في بعض الجمل بتحاول ان هي تبسط لي الدنيا شويه. يعني اشهر واحده all people seems to need data processing application presentation session transport network data link physical. تمام، احفظهم كده اسف. ماشي تحفظهم كده اسمع. في ناس تقول لي لا احنا سئلنا بقى من نظر عايزين نبدا ندخل في العمل بقى والكلام ده. تمام، تراست مي هيفرق جدا 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 اللي فاهم السبع ليرز دول. ليه؟ شغل الشبكات مش صعب، شغل الشبكات اتفه مما تتخيلوا، بس بيفرق بقى اللي حافظ شبكات من اللي فاهم شبكات. تمام، يعني ايه دلوقتي عشان تقوم شبكه سهل جدا، لكن عشان تعمل لها ترابل شوتنج، كلمه ترابل شوتنج يعني ايه؟ يعني تحل مشاكل الشبكه دي. عشان تقدر ان انت تعمل ترابل شوتنج للشبكه هيفرق قوي 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 ان انت تكون فاهم السبع لايرز دول. يعني دلوقتي لو قلت لك ده انا عندي مشكله في نتورك لاير، لو انا قدرت ان انا احدد المشكله بتاعتي في انهي لاير حلها هيبقى بسيط جدا. واضحه؟ تمام. وانا بتكلم عن اللايرز بتكلم بالاسم او بالرقم. يعني ايه؟ الفيزيكال لاير بتاخد رقم واحد، الداتا لينك 2 3 4 6 7. طب والناحيه الثانيه الفيزيكال بتاخد رقم واحد لغايه الابلكيشن بتاخد رقم 7. في ناس تقول لي لا ثانيه واحده، المفروض هنا تكون الابلكيشن لاير رقم واحد تنزل هنا لغايه 7 توصل للناحيه الثانيه تتعدل هنا 1 وهنا 7. لا انا ما قلتلكش طريقه التوصيل او طريقه ترتيب الداتا وهي ماشيه من السورس للديستنيشن. امال كل اللي فيه عشان واحده بنتكلم مع بعض مثلا ده انا عندي مشكله في النتورك لاير، يبقى يا رغده ده معناه ان انت فهمتي ان انا اقصد انهي لاير؟ رقم 3، سواء عند السورس او الديستنيشن. تمام، طيب ده انا عندي مشكله في لاير واحد، يبقى انتوا فاهمين اني بتكلم عن انهي لاير؟ الواحد الابلكيشن لاير. اسا معلش اسا واحد سوري الفيزيكال لاير، انا نفسي اللي فصلت الفيزيكال لاير سواء عند السورس او الديستنيشن. ها واضحه كده؟ لا 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 مش سرحت انا بختبر صح. تمام، طيب دلوقتي الثلاثه لاير اللي فوق دول بنقول عليهم الابر لاير. تمام، الاربعه اللي تحت دول بنقول عليهم اللور لايرز. تمام، في بعض الكتب بيجي على الاثنين اللي تحت دول يسموهم اساسا اللور لايرز، والاثنين اللي في النص 3 و4 يسموهم الميدل لايرز، والثلاثه اللي فوق يسموهم الابر لايرز. مش فارق معايا الكلام ده في حاجه، اللي فارق معايا حاجه واحده بس. ايه هو؟ ان مثلا في الكورسات بتاعه سيسكو وجينيفر والكلام ده بنركز فيها قوي قوي على الاربعه اللي تحت دول، بنقول عليهم ان انا ببني الانفراستراكشر البنيه التحتيه بتاعه الشبكه. تمام، بنتعلم فيها اكتر الراوترز بتشتغل ازاي، اقومها ازاي، السويتشز تشتغل ازاي، بنركز فيها اكتر على الهاردوير. الدنيا تقوم ببيلد الانفراستراكشر البنيه التحتيه. بعد ما بنبيلد الانفراستراكشر بتاعتنا يجوا بقى الجماعه بتوع الابلكيشنز بقى يقوموا شغلهم فوقينا. الجماعه بقى بتوع مايكروسوفت اللي هو الكورس بتاعنا، الكورس بتاعنا هنركز اكتر في الابلكيشن لاير دي اللي هي الابر لاير. تمام، الجماعه بتوع الويب ديزاينرز الديفلوبرز وات ايفر، بقيه الناس كلهم يجوا يقوموا شغلهم على الشغل بتاع اللور ليرز. قومت الاول البنيه التحتيه عشان تقوم فيها ابلكيشن. واضحه؟ احنا في الكورس بتاعنا هنركز على مين؟ في البدايه في اول كام محاضره، عشان كده قلنا هنسبق باول كام محاضره، هنركز على الجزئيه اللي تحت دي، الدنيا تشتغل ازاي؟ الاي بي تشتغل ازاي؟ اقوم الدنيا الاول، وبعد كده بقيه الكورس بتاعنا كله هيبقى ايه؟ هنركز فيه على الابر ليرز. واضحه؟ تمام. دلوقتي الداتا اول ما بتطلع من جهاز الكمبيوتر، واقصد تطلع ان مجرد ما اضغط انتر على الكيبورد وباكد تاني تكون داتا ريليتد بايه؟ بالشبكات مش داتا عاديه. تمام، اول ما الداتا اضغط على الكيبورد هتنزل على الابلكيشن لاير.
الابلكيشن لاير تعمل فيها شويه شغل وبعد كده تبعتها على البرزنتيشن، البرزنتيشن تكمل عليها شغل وتبعتها على السيشن، السيشن تكمل شغل وتبعتها على الترانسبورت اند سو اون. معنى كده ان في تفاعل ما بين اللايرز ولا لا؟ تمام. التفاعل ده بنسميه adjacent layer interaction، بنسميه ايه؟ adjacent layer interaction. adjacent يعني ايه؟ متجاور، ان كل layer تاني بتاخد الداتا تعمل فيها شغل تبعتها على layer تحتيها. مش بس كده، في عندي تفاعل برضو ما بين كل layer واللي قصتها، بنسمي التفاعل ده same layer interaction. يعني ايه same layer interaction؟ يعني على سبيل المثال لو البرزنتيشن layer ضغطت الداتا يبقى البرزنتيشن اللي قصتها تفك الضغط، لو البرزنتيشن layer ضغطت الداتا الترانسبورت مش يفك الضغط، النتورك مش تفك الضغط، امال مين؟ اللي قصتها بالظبط هي اللي تفك الضغط. تمام. فبصفة عامة لو انا عندي لاير عملت اكشن معين، اللي قصتها بالظبط هو اللي بيعكس الاكشن، اللي قصتها بالظبط هو اللي بيعكس ايه؟ الاكشن. ليه يعكس الاكشن؟ مثلا السورس زي ما اتفقنا مثلا يا صلاح ضغط الداتا، ما هو الديستنيشن عشان يفهم الداتا دي لازم يفك الضغط بتاعها، لو السورس شفر الداتا الديستنيشن لازم يعمل ايه؟ يفك التشفير. مين المسؤول عن كده؟ اللاير اللي قصتها بالظبط. up to this point حد واقع مني في اي حاجه؟ تمام. هنمسك بقى النهارده اوفر فيو كده عن كل لير من اللايرز دي، اوفر فيو بس، وابتداء من المحاضره الجايه باذن الله هناخد بقى ايه كل لير بالتفصيل اكتر. تمام. نمسك بقى عندي اول لير اللي هي مين؟ الابلكيشن لير. ايه الابلكيشن لاير دي بقى؟ كلمه ابلكيشن كترجمه معناها تطبيق. كلمه ابلكيشن يعني ايه يا شباب؟ تطبيق. تمام. زي مين؟ زي الفايرفوكس. انا دلوقتي كيوزر فتحت الفايرفوكس، تمام، كتبت www.yahoo.com، الفايرفوكس ده ابلكيشن استلم مني الداتا، يبقى معنى كده ان الابلكيشن لاير دي وظيفتها ايه؟ قال لك it is the first layer that interacts with the user. دي اول layer هتinteract، هتتفاعل مع اليوزر. تمام. الفايرفوكس اخد مني الداتا يبعتها على البرزنتيشن. تمام. قبل ما نشوف البرزنتيشن يعمل ايه، طبعا الابلكيشن layer هي layer اللي بتتفاعل مع اليوزر سواء عند السورس او الديستنيشن. بمعنى انا بكلم مي دلوقتي على الماسنجر، تمام، فانا هكتب الداتا في الابلكيشن بتاع الفيسبوك ماسنجر، الداتا هتعدي على السبع layers بيتعكسوا الناحيه الثانيه، يوصل هناك لمين؟ الابلكيشن لاير اللي هو مين؟ الماسنجر اللي عند الجهاز بتاعها هي. تمام. يعني معنى كده تاني ان الابلكيشن ده هو فعلا اللي تفاعل مع اليوزر سواء عند السورس او الديستنيشن. تمام. الفايرفوكس مثلا اخد مني الداتا اللي هو اليو ار ال اللي انا كتبته www.yahoo.com، بعته على مين؟ البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن لاير دي هتعمل ايه؟ قال لك هتعمل لي ثلاث وظائف. اول حاجه كومبريشن، دي كومبريشن. تاني حاجه انكودنج، دي كودنج. تالت حاجه هتديفاين الداتا فورمات. نمسك واحده واحده بقى. اول حاجه كومبريشن، دي كومبريشن يعني ايه؟ يعني السورس هيضغط الداتا، وما اقصدش ان انا ببعت لمي دلوقتي ملف على الايميل مثلا اتاتشمنت وضغطته، ما اقصدش كده خالص، اقصد ان جهاز الكمبيوتر ذات نفسه هيمسك اليو ار ال اللي انا كتبته www.yahoo.com يضغطه، يوصل الناحيه الثانيه لياهو، يقوم الياهو يعمل ايه في اليو ار ال اللي وصل له؟ يفك الضغط عشان اصلا يقدر يفهم الداتا دي. يبقى كومبريشن عند السورس، دي كومبريشن عند الديستنيشن. تمام. مش بس كده، البرزنتيشن لاير هتعمل وظيفه اسمها انكودنج. انكودنج يعني ايه؟ بلاش تشفير، لان اولا مش البرزنتيشن لاير هي اللي بتشفر، تشفير ده شغله تاني خالص. انكودنج معناها ترميز. ترميز يعني ايه؟ الداتا دلوقتي لما انا كتبتها على الكيبورد بتاعتي بكتبها في صوره اسمها اسكي،
بكتبها بصوره اسمها ايه؟ اسكي. ايه الاسكي ده؟ اللي هو اي بي سي 1 2 3. جهاز الكمبيوتر ما بيفهمش الكلام ده خالص. جهاز الكمبيوتر زي ما اتفقنا قبل كده ما بيفهمش الا الاصفار والوحيد اللي سميناها الماشين لانجوج، تمام؟ فالبرزنتيشن لاير هتاخد مني الداتا تحولها من الصوره الاسكي للصوره اللي هي الماشين لانجوج الصور الوحيد، تمام؟ ده عند السورس. لما الداتا توصل للديستنيشن، الديستنيشن يعمل ايه؟ ديكودنج، صح؟ علشان يحولها من الصوره الماشين لانجوج للاسكي. ليه؟ انا دلوقتي تاني بكتب داتا مثلا على الماسنجر، ببعت رساله لميل، تمام؟ الداتا وصلت للبرزنتيشن لاير اتحولت للصور الوحيد عشان جهاز الكمبيوتر يقدر يتعامل معاها، وصلت لغايه جهاز الديستنيشن بتاعها قبل ما توصل للابلكيشن لاير، قبل ما توصل للماسنجر بتاعها، لازم البرزنتيشن عندها يعمل ايه؟ يرجعها تاني من صوره الصور الوحيد للصوره الاسكي عشان هي تقدر تفهم الداتا دي عباره عن ايه. تمام كده؟ تمام. تالت وظيفه ديفاينز الداتا فورمات. يعني ايه ديفاينز الداتا فورمات؟ يعني بيحدد شكل الداتا عامل ازاي. ممكن تكون الصوره دي او الداتا دي مثلا جي بي جي، ممكن تكون مثلا جي بي جي، ممكن تكون اي اكس اي، ممكن تكون مثلا تكست. معنى كده ان هو بيحط لها امتداد؟ لا خالص، ما اقصدش الامتداد. طبعا احنا عارفين ان الويندوز اوبريتنج سيستم دايما بيتعامل بالامتداد، صح؟ يعني انا دلوقتي لو جيت على اي ملف عندي وغيرت الامتداد بتاعه، ملف صوره، وخليت الامتداد بتاعته بدل جي بي جي خليته دوك، مجرد ما اعمل دبل كليك عليه هيحاول يتفتح كدوك، والدنيا هتتعك ويصير لي مربعات صغيره بقى والدنيا تتعك على الاخر، صح؟ لكن في بعض الاوبريتنج سيستمز المحترمه زي لينكس على سبيل المثال ما بيتعاملش بالامتداد خالص، بنقول عليه ان هو بيستات الفايل. يعني ايه بيستات الفايل؟ يعني مثلا لو انا عندي صوره دوك، تمام، غيرت امتدادها لجي بي جي هتتفتح دوك، شلت الامتداد خالص هتتفتح دوك. اصلا اللينكس ما بحتاجش ان انا احط فيه امتداد، الامتداد ده عاده بنحطه ليا انا عشان اني لما تقع الملف ابقى عارفه الملف ده انا عامله ليه او بتاع ايه. انما لو شلت الامتداد خالص مش فارق، غيرت الامتداد هيتفتح، صح؟ تمام. امال يعني ايه ديفاين الداتا فورمات؟ الحاجات دي الارقام اللي انا هقولها دي تقريبيه، انا مش حافظه الارقام طبعا، تمام. بفرض ان انا دلوقتي بعت اتاتشمنت مثلا لمي صوره، لما يوصل للديستنيشن، تمام، مش هي في النهايه اتحولت لصور وحيد؟ هيروح حاطط ملف الصوره اللي هو اتحول للصور وحيد، يحط لها في الاول وحدين في الاول ووحدين في الاخر، وبعد كده الصوره بتاعتي اتحولت في النص الايه؟ للصور وحيد. اول ما الجهاز بتاعها شاف وحدين في الاول وحدين في الاخر عارف على طول ان اللي في النص ده عباره عن ملف ايه؟ وضحت كده؟ بنقول فيه ان هو بينزل لغايه قلب الميتا داتا، لغايه اللي الصور الوحيد يشوف ده عباره عن ايه. تمام؟ في اي مشكله كده؟ تمام. ده بالنسبه لمين؟ البرزنتيشن لير. الداتا بعد كده تنزل لايه؟ ها؟ السيشن لاير. السيشن لاير تعمل ايه؟ قال لك اول حاجه في السيشن لاير ان هي هتكرييت لوجيكال سيشن، لوجيكال سيشن. تاني حاجه هتترمينيت اللوجيكال سيشن. تالت حاجه هتديفاينز الكوميونيكيشن مود. نمسك واحده واحده بقى. اول حاجه بتكرييت لوجيكال سيشن، يعني هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا سويتش، والسويتش ده متوصل على فايل سيرفر. متوصل على ايه؟ فايل سيرفر. وده سويتش، وعندي مجموعه من الاجهزه، جهاز A B C D. طبعا فايل سيرفر ده احنا ان شاء الله هنعمله بالتفصيل قدام، تمام؟ بس مؤقتا كده لغايه ما نفهم ايه الفايل سيرفر ده. ده معناه ان ده جهاز كمبيوتر عادي جدا مشير عليه داتا، مشير عليه ايه؟ داتا، تمام؟ بحيث دلوقتي ان جهاز ايه يبدا يروح اساسا للفايل سيرفر ياخد الداتا اللي عليه. ليه؟ دي الوظيفه اللي كنا قلنا عليها قبل كده، داتا شيرنج، تمام؟ جهاز الكمبيوتر اللي جنب السكرتيره بره دلوقتي متشير عليه فولدر، اقدر وانا قاعده هنا في مكاني ادخل شير اساسا اسحب الداتا، او حتى اعدل فيه وانا قاعده في مكاني. فاللي بره كده بيعتبر بالنسبه لي
فايل صفر. تمام. بس في حاجه بقى، انا هفترض كفرض بس دلوقتي ان الفايل سيرفر ده امكانياته كهاردوير تعبانه على قدها شويه. تمام. يجي جهاز الكمبيوتر ايه، يروح للفايل سيرفر عشان يبدا يسحب داتا او يدخل يعدل في الداتا، هيلاقي ان الجهاز الفايل سيرفر ده وانا قاعده عليه هحس انه تقل السنه في ايدي. تمام. الجهاز الثاني، الجهاز الثالث، هلاقي الجهاز بيموت في ايدي لدرجه ان الماوس اجي احركه بيتحرك ببطء قوي كده. ليه؟ لان الاجهزه دي دلوقتي داخله على الفايل سيرفر بتستهلك ريسورسز بتاعه الفايل سيرفر. ريسورسز اللي هي ايه؟ الرامات، البروسيسور. كنا بنحس بالكلام ده قوي قوي زمان لما كنت مثلا نشير داتا على جهاز الاجهزه اللي هي 256 ميجا رام و512. تمام. دلوقتي لا، خلاص بقى صعب شويه يعني، لان امكانيات الاجهزه دلوقتي بقت اعلى بكتير. تمام. فتاني انا هفترض بس عشان نفهم الدنيا عباره عن ايه، هفترض ان الفايل سيرفر امكانياته على قدها شويه. انا عارفه ان امكانيات السيرفر بتاعتي على قدها، عشان كده هسمح لثلاثه لوجيكال سيشن بس. يعني ايه ثلاثه لوجيكال سيشن؟ يعني ثلاثه يوزر بس في نفس الوقت يقدروا ان هم يدخلوا على الفايل سيرفر ده. تمام. فيجي اليوزر الاولاني، الجهاز ايه، يبدا يعمل نيجوشيشن مع الفايل سيرفر. يعني ايه نيجوشيشن كترجمه؟ تفاوض. يبدا ان هو يتفاوض مع الفايل سيرفر. بقول لك يا فايل سيرفر، عندك لوجيكال سيشن اقدر ان انا استخدمها؟ الفايل سيرفر هيرد عليا يقول لي اه مسموح ليكي في افيلبل عندي لوجيكال سيشن تقدري تدخلي بيها. جهاز بي هيبدا يجي لي يعمل نيجوشيشن، عندك افيلبل لوجيكال سيشن؟ اه. جهاز سي؟ اه. جهاز دي؟ لا، لان انا سامحه بثلاثه بس، رغم ان كلهم في النهايه جولي على نفس الفيزيكال سيشن. نفرق ما بين فيزيكال سيشن ولوجيكال سيشن. ايه الفرق ما بينهم؟ فيزيكال يعني حاجه ملموسه، السلك ذات نفسها على سبيل المثال اللي كلهم بيجوا لي عليها يعملوا نيجوشيشن، لكن لوجيكال سيشن انا سامحه لكام واحد بيدخلوا عليا في نفس الوقت. تمام؟ طيب افرض دلوقتي ان اليوزر رقم ايه ده خلص نقل الداتا. تمام؟ وقام قفل الشاشه اللي بينقل منها الداتا خلاص. طب مش كان الافضل ان هو يجي لي يعمل ترمينيت للسيشن، يقفل اللوجيكال سيشن، عشان اليوزر الغلبان اللي تحت ده ده يقدر ان هو يقدر يسحب الداتا؟ صح. يبقى كرييت للوجيكال سيشن يعني ايه؟ يعني السورس بيروح للديستنيشن بيبدا يعمل حاجه اسمها نيجوشيشن، تفاوض، عشان يشوف في افيلبل سيشن يقدر يستخدمها ولا لا. بعد ما خلص نقل الداتا يعمل ايه؟ ترمينيت لللوجيكال سيشن. واضحه؟ تمام. تعالوا بدل ما احنا عمالين ناخد نظري نشوف حاجه بسيطه كده بعينينا، وزي ما باكد لكم اللي انا هعمله دلوقتي هناخده محاضره كامله بالتفصيل الممل قدام باذن الله. لو انت عايز دلوقتي مثلا تشير فولدر زي ده مثلا، تمام؟ هتشير ازاي؟ كليك يمين. تمام؟ بلاش جيب اكسس تو لان دي ليميتد في امكانياتها. امال قول له كليك يمين بروبرتيز شيرنج، بلاش التابه دي لان دي كاني بالظبط عملت عليه كليك يمين وقلت له جيب اكسس تو، هي. امال اقول له ايه؟ ادفانسد شيرنج. تمام؟ واقول له شير ذا فولدر وابلود. انا كده شيرت. ايام الويندوز الاكس بي كان بيسمح لي اقصى عدد من اللوجيكال سيشنز كان بيسمح لي ب 10، ابتداء من الويندوز 7 وفيستا بقى والكلام ده كله لغايه دلوقتي بيسمح لي بكام؟ 20. طبعا الويندوز سيرفر لما نشوفه باذن الله هيسمح لي بانليمتد. هو مش انليمتد، الدقه 16,777,000 وشويه. ايه؟ تمام. طيب دلوقتي قلنا تاني في الويندوز 7 بيسمع، او التن اللي قدامي ده بيسمح لي بكام؟ ب 20. اصل اقول لك على حاجه صراحه، الويندوز سيرفر اكيد انا مجهزاه مش عشان يخدم على يوزر ولا اثنين ولا ثلاثه، ده عشان يخدم على شركه كامله. 16 مليون سيشن مش يوزر، بمعنى ممكن صلاح يكون مستولي لوحده على 20 سيشن. تمام؟ يكون فاتح 20 ملف لوحده. فممكن عدد السيشنات دي لا يخلص عادي مفيش مشاكل. ماشي؟ فالمهم تاني الويندوز ال 10 بيسمح لي بكام؟ ماكسيموم 20. طب انا عايز اسمح ب 30، ده سؤالك يا احمد صح؟ هقول له ايه؟ 30. لو انا قلت له دلوقتي ابلاي، ايه اللي حصل؟ رجعني تاني لكام؟ 20. فده كبير. تمام؟ جاست ان انت هتيجي هنا تقول له مثلا 3 سيشن، يبقى انت كده حددت 3 في نفس الوقت يدخلوا بس. تمام؟ طيب دلوقتي بقى اكتب بس الشير ده. تعالوا نجرب بس حاجه كده نشوفها بعينينا افضل. تمام؟
بدل ما تقولوا الاجهزه اللي قدامكم بقى وانا افتح لكم شير وتدخلوا عليا ونضيع وقت، هنعمل بس حاجه سيمبل كده دلوقتي. ايه هي البرنامج اللي هنشتغل عليه قدام باذن الله؟ في برنامج اسمه في ام وير ورك ستيشن. تمام، الفي ام وير ورك ستيشن ده بيسمح لي ان انا افتح كذا سيشن او اقوم كذا اوبريتنج سيستم يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، وده اللي هنشتغل عليه طول الكورس بتاعنا باذن الله. تمام، فانا مثلا هقوم جهاز الكمبيوتر دلوقتي او اقوم ثلاثه تمام، دول ثلاث اجهزه كمبيوتر اهو، ده ويندوز سالن انا مقومه يعني ويندوز سالن نزلته، بس بدل ما نزله على اللابتوب بتاعي نزلته على البرنامج ده. تمام، فانا هاجي على المكنه الاولانيه اللي انا مسميها بي تي سي ده، اشير فولدر وهسمح بسيشن واحده بس، هسمح بكام لوجيكال سيشن؟ واحده بس. واقوم الجهازين دول، واحد منهم احاول ادخل على الشير هيدخلني، اجي ادخل من الجهاز الثاني على الشير مش هيدخلني. تمام، فانا بس دلوقتي هقول له هنا ريسيوم ذا سيشن كده، جهاز الكمبيوتر بتاعي بيقول ويندوز سيرفر عادي جدا، وتقدروا تقوموا جواه لينكس، وتقدروا جواه تقوموا جواه ويندوز كلاينت عادي جدا. اللي مستغرب بالشكل دلوقتي عادي ما تقلقوش. تمام، هوقف بس الفيديو لغايه ما اقوم الثلاث مكانات وبعد كده نشوف هنعمل ايه. معايا كده الثلاث اجهزه بتوعي ايمو. تمام، عشان بس اكبر لكم الشاشه شويه هضغط على الكيبورد على الت وكنترول وانتر عشان بس يكبر ايه الويندوز اللي جوه الفي وير ده. تمام، تعالوا نيجي دلوقتي على السيرفر الاولاني او الجهاز الاولاني اللي اسمه بي بي سي، واشير اي فولدر كده، كليك يمين نيو فولدر واسميه مثلا داتا، وجوه داتا ده نحط اي ملف كده. تمام، ونشيره. قلنا هشير ازاي؟ كليك يمين بروبرتيز وادخل على شيرنج تاب، محدش يضغط على دي. امال هقول له ايه؟ ادفانسد شير شير ذا فولدر ابلاي، الرقم اهو مش صلاح 16,777,000 وشويه كسور. لا انا هسمح بكام؟ سيشن واحده بس. تمام، وبعد كده انا كده خلاص شيرت. علشان دلوقتي من الجهاز اي جهاز من دول عشان يدخل شير بيعمل ايه؟ بيفتح قائمه ران ويكتب الاي بي بتاع الجهاز ده. عشان اعرف الاي بي بتاع الجهاز كليك يمين على كارت الشبكه، اوبن نتورك اند شيرنج سنتر. تمام، ده كارت الشبكه بتاعي، هكليك عليه ديتيلز، واخد اي بي كام؟ 192.168.1. فهاجي على الجهاز اللي اسمه دي اف اس 2 ده مثلا، هفتح قائمه ران، كليك يمين على قائمه ستارت وادخل على ران واكتب باك سلاش باك سلاش الاي بي بتاع الجهاز ده اللي هو اتفقنا كام؟ 100. تمام، ادي الفولدر اللي انا مشيره داتا، دبل كليك دخل صح. هاجي من الجهاز التاني هفتح قائمه ران، تمام، كليك يمين على ستارت ران باك سلاش باك سلاش الاي بي بتاع السيرفر اللي عايز ادخل عليه. تمام، ادي داتا اهو مش كده، دبل كليك عليه هيفضل معلق كده شويه وبعد كده هيديني ايرور بيقول لي دلوقتي السيرفر ده ايه او الفولدر ده ايه نوت اكسسبل. ليه؟ انا سامحه الواحد بس يدخل عليا. تمام، طيب تعالوا كده دلوقتي على الجهاز بتاع دي اف اس 2 ده، هقفل الشاشه دي خلاص، كنت عايزه الداتا دي اعدل فيها او اخدها كوبي او واتفر، المهم خلصت فقفلت السيشن. تمام، لو جيت دلوقتي على الجهاز ده بقى يفضل تقفل السيشن وتفتحها تاني، دبل كليك ها بالظبط. طبعا لو حاولت دلوقتي اجي من دي اف اس 1 واحاول ان انا ادخل هيدي ايرور مش هيرد، وضحت كده؟ فتخيل بقى انا عندي فايلات كتير، كل دبل كليك على فايل من دول بيفتح لك سيشن، يبقى اليوزر الواحد ممكن يفتح سيشنات كتير، فما تتخمش في 16 مليون. ها هو ممكن يخش على حسب اللي داخل، يعني انا حد ده اربعه، اي اربعه يخش اول اربعه وطبعا ده لغايه دلوقتي قدام باذن الله زي ما قلت لكم يوم كامل كده هنعيش حياتنا في السيرفر ده، هنعمل فيه البدع. تمام، بالمناسبه صحيح هو مين اللي كريت عندي السيشن، السورس ولا الديستنيشن؟ السورس هو الكلاينت والديستنيشن اللي هو السيرفر. هو السيرفر غصب عنك محمود صح؟
هو السيرفر غصب عنك يا محمود بعت لك الداتا؟ لا، الكلاينت هو اللي راح يعمل نيجوشيشن، يبقى هو اللي طلب ان يفتح لي السيشن اصلا، يبقى الكلاينت هو اللي بيكرييت اللوجيكال سيشن، صح؟ تمام. طب مين اللي بيقفل السيشن؟ مين اللي بيعمل ترمينيت للسيشن؟ برضو السورس، لان السورس هو اللي قفل الشاشه، صح؟ في بعض الاحيان انا دلوقتي فعلا لما جيت على الجهاز ده وقفلت السيشن الدنيا بتبقى مهنجه شويه عند السيرفر، تمام؟ انا قفلت السيشن خلاص، بس الدنيا مهنجه عند مين؟ عند السيرفر. حاسس ان السيشن دي لسه متاخده، اتصرف ازاي؟ انا كادمنستريتور بقى عند السيرفر ده اللي هو الجهاز اللي اسمه بي دي سي، انا اللي لازم اعمل ترمينيت للسيشن. ازاي؟ هاجي على ذيس كمبيوتر، اكليك يمين واقول له مانج، تمام؟ فتح عندي حاجه اسمها سيرفر مانجر، هدخل هنا على تولز وادخل على حاجه اسمها كمبيوتر مانجمنت، على حاجه اسمها ايه؟ كمبيوتر مانجمنت، لغايه ما تتفتح على كاس الكمبيوتر بقى العادي، اصل السيرفر مانجر دي موجوده في السيرفر بس، لكن على كاس الكمبيوتر الكلاينت بكليك يمين على سيس كمبيوتر مانج، هيفتح لي الشاشه اللي انا عايزاها اللي هي الكمبيوتر مانجمنت على طول، فهدخل منها على شيرد فولدرز، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى ده كده فتح اهو، مش هي دي نفس الشاشه اهي؟ هدخل على مين؟ شيرد فولدرز. لو دخلت على شيرز، شيرز دي اللي هي الحاجات اللي متشيره على الجهاز بتاعي، الفولدرات اللي متشيره عندي، تمام؟ لو دخلت على سيشنز، سيشنز دي مين الناس اللي داخله عليا؟ وما تعتمدوش عليها قوي، لان ابتداء من ويندوز 7 ويندوز سيرفر 2008 بقت بتهنج كتير، تمام؟ انما قبل كده كانت ستيبل اكتر الشاشه دي بصراحه. اوبن فايلز يعني معنى كده مين داخل عليا وفتح ملفات ايه، تمام؟ طيب سيشنز دي انا اتفقت معاكم ان الجهاز اللي اسمه دي اف اس 2 مثلا، ويجي هنا دي اف اس 1 اللي داخل عليا دلوقتي، صح؟ هفترض دلوقتي ان دي اف اس 1 ده قفل فعلا الشاشه دي خلاص، بس لازال السطر ده هنا موجود، فالسيرفر بتاعي حاسس فعلا ان في حد داخل عليه. اجي ادخل بقى من دي اف اس 2 مش عايز يدخلني لانه حاسس ان في واحد لسه فاتح السيشن، ساعتها انا كادمنستريتور اللي بلجا ان انا اقول له هنا كليك يمين وكلوز للسيشن. طب ريفرش كده، ايه ده ظهر تاني، ثانية واحدة، ايه ده ما اتقفلش، صح؟ رغم ان انا قلت له هنا كلوز للسيشن. كلوز للسيشن مش معناه ان انا بطرده، انا لو عايز اطرده ما كنتش اصلا هديله بيرميشن صلاحيات انه يدخل عليا. امال كلوز للسيشن دي بنلجا فيها امتى؟ هي فعليا دلوقتي السيشن اتقفلت واتبنت في لحظتها لان الراجل ده لسه داخل عليا، تمام؟ كلوز للسيشن دي زي ما قلت لكم في سيناريو امتى؟ لما يكون مثلا السيشن الراجل ده فعلا طلع فعليا، تمام؟ بس السيشن لسه عندي هنا مهنجه، فالسيرفر حاسس ان السيشن دي لسه مفتوحه، ساعتها انا اللي بلجا ان انا اقفل السيشن بايدي، انما ده مش معناه ان انا بطرده. لما قلت له كلوز رحت هناك لسه شغال اهو زي الفل. واضحه كده؟ تمام. يبقى نرجع هنا بقى للسيناريو بتاعي. جهاز الايه بيعمل حاجه اسمها ايه؟ كرييت للوجيكال سيشن، يعني بيجي لي يبدا يعمل نيجوشيشن تفاوض على افيلابل سيشن يقدر يستخدمها. بعد ما قفل الشاشه بتاعت الشير اللي شفناها دي يبدا يجي لي يعمل ايه؟ ترمينيت. في بعض الاحيان السيشن بتكون مهنجه فالسيرفر ذات نفسه هو اللي بيعمل ترمينيت للسيشن. يبقى نرجع للسؤال تاني، مين اللي بيعمل كرييت للوجيكال سيشن؟ سورس ولا ديستنيشن؟ سورس. مين اللي بيعمل ترمينيت للسيشن؟ لا، ساعات السورس وساعات الديستنيشن. ها واضحه كده؟ وقف بس المكان ده لان طبعا مستهلك رامات اللاب بتاعي دلوقتي. تمام؟ طيب ندخل بعد كده على الوظيفه اللي بعديها اللي هي ديفاين الكوميونيكيشن مود. الكوميونيكيشن مود دي بقى عندي ثلاث انواع من الكوميونيكيشن مود. النوع الاولاني اللي هو سنجل، النوع الثاني اللي هو هوف دوبلكس، النوع الثالث اللي هو فول دوبلكس. نمسك واحده واحده. سنجل يعني ايه؟ سنجل معناه ان السورس طول عمره بيبعت بس، عمره ما استقبل. السورس طول عمره ايه؟ بيبعت. الديستنيشن طول عمره بيستقبل، عمره ما بعت. زي مين؟ زي محطه الارسال والراديو. الراديو طول عمره بيستقبل، عمره ما بعت. بالعكس.
تمام؟ عشان كده سنجل دي ملناش دعوه بيها خالص في الشغل بتاعنا، لان في شغل الشبكات الداتا دايما بتبقى رايحه جايه. تمام؟ هاب دوبلكس، هاب دوبلكس يعني ايه؟ يعني الداتا بتتبعت على نفس السلك، تمام؟ بس يا ريت ما يكونش ات ذا سيم تايم، لان السورس والديستنيشن لو بعتوا ات ذا سيم تايم هيحصل هنا كوليجن. هيحصل ايه؟ كوليجن. وانت مغمض طالما عرضه ان يحصل كوليجن، لازم تكنولوجي تشتغل اصلا تحميني من الكوليجن او تحل مشاكل الكوليجن اللي هي السيجنال سيتي. بمعنى ان جهاز الاي قبل ما يبعت داتا لجهاز البي هيبدا يبعت سنس على الكارير عشان يتاكد ان كان عليه داتا ولا لا. تمام؟ طب بالنسبه للفول دوبلكس، قال لك ان انا ببعت على سلكه وبستقبل على سلكه ثانيه خالص، يبقى هنا انا عرضه ان يحصل عندي كوليجن؟ لا، لاني ببعت على سلكه وبستقبل على سلكه ثانيه خالص، يبقى بالتالي السيجنال دي انا محتاجاها، السيجنال دي مش هتشتغل اصلا. تمام؟ مش فاهمه حاجه. يعني ايه؟ تعالوا ناخد اكزامبل كده يوضح لي يعني ايه ان السيشن لاير مسؤوله عن ان هي بتحدد الكوميونيكيشن. هفترض دلوقتي ان انا عندي مثلا تو سويتشز، سويتش 1 سويتش 2. تمام؟ التو سويتشز دول متوصلين ببعض بسلكه. ايه رايكم التو سويتشز دلوقتي الديفولت بتاعهم ان هما شغالين هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس؟ التو سويتشز اللي قدامك دول يا صلاح شغالين دلوقتي ايه، هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس؟ هاف دوبلكس. هاف دوبلكس رضا ورندا، صح؟ رضا صح. هي رضا صلاح باشا كبير بتاعنا. سوري فتحي باشا. ها لا هي مش عارف الفرق بتاع لي، بس هي الفكره كلها لو سلك واحد او سلكه واحده تمام هتبقى هوب، لو سلك اتنين هتبقى تمام. حد عنده راي مختلف؟ ايه الشطاره دي؟ ايه العسل ده؟ الديفولت مش شايف من ورانا صح؟ مش قاعد جنب شلبي طبيعي يا عم، ماشي ايه؟ المدايفه لازم يطبعوا كده في الشطاره برضه صح؟ طيب الديفولت اصلا على تو سويتشز لا شغال هاف دوبلكس ولا شغال فول دوبلكس. امال؟ قال لك الديفولت فعلا ان هو شغال اوتو نيجوشيشن. تمام؟ يعني ايه اوتو نيجوشيشن؟ يعني عنده استعداد انه يشتغل هاف وعنده استعداد يشتغل فول. اللي قصاده برضه الديفولت بتاعه عنده استعداد يشتغل هاف وعنده استعداد يشتغل فول. فلما يبداوا يعملوا نيجوشيشن مع بعض، تفاوض مع بعض، هيرسوا على مين؟ اكيد الافضل. مين الافضل في السيناريو ده؟ الفول. مش الفول هنا افضل؟ هتقول لي طب ازاي فول وهي سلكه واحده؟ لما ناخد شابتر الاسلاك باذن الله هكتشف ان السلكه دي من جواها 8 فرد من الاسلاك مش سلكه واحده. فعليا الداتا بتتنقل على اربعه، طب الاربعه التانيين هنبقى ساعتها نعرف بتوع ايه. تمام؟ فلو انا شغاله دلوقتي هاف دوبلكس معناه ان انا هبعت واستقبل على الاربع اسلاك، هبعت واستقبل على مين؟ الاربع اسلاك. تمام؟ يبقى انا كده شغاله هاف. تمام؟ لو انا شغاله فول بقى هبعت على سلكتين واستقبل على سلكتين، يبقى انا كده شغاله ايه؟ فول. واضحه؟ يبقى ينفع التو سويتشز رغم ان هما متوصلين بسلكه واحده ان هما يشتغلوا فول دوبلكس ولا لا؟ لان الداتا فعليا في قلب السلكه دي هتمشي على كاربتين واستقبلها على كاربتين. ها في مشاكل كده؟ تمام. طيب تعالوا بقى اخلي السويتش الاولاني ده على الديفولت اللي هو الديفولت اللي هو ايه؟ اوتو نيجوشيش. وهاجي على السويتش اللي قصادي ده اخليه هاف، اخليه يا شباب هاف. سويتش 1 هيبدا يعمل نيجوشيشن مع سويتش 2 هيتفقوا على، فده هيقلب نفسه هوف. وساعتها وانت مغمض السيزما سي دي لازم يشتغل، اي سويتش عايز يبعت داتا للتاني لازم يبعت سنس على الكارير، صح؟ طيب ده نسيبه على الديفولت وده يشتغل، عملت له بايدي هارد كود، انت اشتغل فول، انت اشتغل فول، ده هيرس على ايه؟ خدوا بقى الصدمه، هيرس على هوف. لا يعني ايه اللي قبله ده سيناريو تاني. تمام؟ امال ايه اللي حصل يا محمود؟ دلوقتي سويتش 1 عمال يروح لسويتش 2 يساله، بقول لك ايه سويتش 2 احنا هنشتغل ايه؟ سويتش 2 مش هيرد عليه لاني وقفت النيجوشيشن، مش انا بايدي عملت له هارد كود خلاص قلت له انت اشتغل فل، فوقفت حته التفاوض.
سويتش 1 عمال يسال سويتش 2 ها هنشتغل ايه؟ ما يردش عليه. يا ابني رد عليا، ما يردش عليه. ساعتها هيفترض الاسوأ. مين الاسوأ؟ الهوف. ولما رسي هنا للهوف ما كانش عشان اللي قصاده هوف، ده كان برضه عشان افترض الاسوأ. اول ما ده يبقى هوف واول ما ده يبقى فل، وش كده هلبس في لوب كوليجن. ليه بقى؟ قال لك السويتش الغلبان ده اساسا اللي اشتغل هوف، كل ما يجي بعد ده على السلك يبعت سنس الاول. البلطجي ده شغال فل، طالما شغال فل عنده المفهوم بتاع السنس دي لا، فكل ما يكون عنده داتا يبلطج ويبعتها على طول. تمام. هلاقي باستمرار حصل عندي هنا كوليجن، هلاقي باستمرار حصل ايه؟ كوليجن. وده السيناريو اللي قلت لكم عليه قبل كده المره اللي فاتت، قلت لكم الديفولت لو انا طلعت السويتش من علبته وما لعبتش فيه غلط هلاقي ان مش هيحصل فيه كوليجن باي ديفولت، لان الديفولت بتاع السويتشز الاثنين ايه؟ اوتو نيجوشيشن، هيظبطوا بعض ببعض. تمام. لكن لو انا غلطت اني سبت واحد اوتو نيجوشيشن واللي قصاده خليته فول، او حتى بايدي خليت ده هو والتاني فول، وش كده لبست في ايه؟ كوليجن. لي اقول ماشي حاضر اوكي. الاول بس عشان اخد لكم حقكم، سويتش اللي وريته لكم المره اللي فاتت ده تمام، لما جربت عليه الحوار ده، سويتش ده موديل بنسميه 1960، لما جربت عليه الحوار ده فعلا ده قلب نفسه هوف، وبالتالي حصل كلش. تمام. لكن في سويتشات محترمه اكتر زي مثلا موديلات 3650 و 3560 و 3550، موديلات محترمه اكتر يعني. تمام. الموديلات دي لما جيت اشغل عليها الجزء ده لا، لقيت ده قلب نفسه فول، اللي قصاده فول قلب نفسه فول، ظبطوا نفسهم اهو. بس في حاجه بقى، ما هقول لك على حاجه يا محمود، بدل ما تلاقي نفسك لبست في الحيطان، بس لما حضرتك انت قلت الفول بيبقى هو الافضل، هو الفول اكيد افضل. طب ما انا هو بختار الفول، طب انا خليتها سهله معايا بالنسبه لي واخد الفول معايا مره واحده. بالظبط. تمام. عشان كده هقول لك دلوقتي البيست براكتس ايه؟ البيست براكتس عشان ما تلاقيش نفسك لبست في الحيطه كده، يا اما تسيب الاثنين اوتو نيجوشيشن يظبطوا نفسهم بنفسهم، يا اما لو انت عملت الواحد فيهم هارد كود بقيمه معينه لازم تيجي على اللي قصاده تعمل هارد كود بنفس القيمه. بالظبط. بلاش واحد اوتو نيجوشيشن واللي قصاده تعمل له هارد كود وبالتالي تلاقي نفسك دخلت في سيناريوهات غير متوقعه. الكلام ده بينطبق مش على سويتشز بس، الكلام ده بينطبق على اجهزه الكمبيوتر برضه. بمعنى ما هو البي سي ده او السوري السويتش ده متوصل هنا في الاخر بي بي سي، صح؟ تمام. تعالوا كده نشوف دلوقتي البي سي شغال ايه. لو جيت على كارت الشبكه الاثرنت ده مثلا على سبيل المثال، كليك يمين بروبرتيز، تمام. كارت الشبكه بتاعي هو ريل تك. لو دخلت على كونفيجر ادفانسد، قلت لكم قبل كده الشاشه دي مش حاجه ثابته، بتفرق من كارت الشبكه للتاني. لو نزلت تحت كده هلاقي الدوبلكس والسبيد الديفولت اوتو نيجوشيش. انا ممكن اعمل له هارد كود دلوقتي يا محمود بقيمه معينه فول دوبلكس او هاف دوبلكس، والسرعه كمان لان الاثنين برضو بيعملوا نيجوشيشن على السرعه مش على الدوبلكس بس. نشوف هنتفق على سرعه كام. تمام. فبلاش تعمل لي هنا هارد كود لقيمه والسويتش يكون قيمه ثانيه، او تسيبه اوتو نيجوشيش. يعني اقول لك على حاجه، البيت شغال ماشي امرنا لله. في بداية حياتي خالص يعني لما كنت لسه بقول يا هادي في الشبكات، تمام؟ بشرح كورس السي سي ان ايه، وكنت بشرحه اساسا كورس واحد برايفت يعني، وقعد على كاس الكمبيوتر عمال اشرحه وبفهمه بقى ايه الفرق ما بين الهاف والفول والكلام ده. قمت جاي على الجهاز الكمبيوتر اللي قدامي، قمت مخليه فول وسرعه 100، تمام؟ واوكي والدنيا شغاله تمام. طبعا كان معروف كده، عبير طلعت من اللاب، انا ايدي طويله شويه وبحب اعك كتير. عبير طلعت من اللاب، اي مهندس تاني يدخل يشتغل في اللاب بيبقوا مرعوبين، اكيد الدنيا وقع، اكيد عملت حاجه وقعت الدنيا. فكان لازم الاول مهندس الصيانه يدخل ورايا يشوف الدنيا فيها ايه. الجهاز اللي انا عملت فيه الكلام ده كان الجهاز الماستر اللي بيتشاير عليه الديسك توب للباقي كله، تمام. جت بعديها واحده صاحبتي تدخل تشتغل تشاير الديسك توب، مش عايز ينزل، يهديك يرضيك مش عايز ينزل. فانا دهيت مهندس الصيانه، مهندس الصيانه يجي لي بقى يا عبير عملتي ايه؟ انا مش في بالي خالص ان انا لما لعبت دي عكيت الدنيا، ده انا عاملاه فل، ده احلى حاجه فل، صح؟ مش في دماغي خالص ان دي تكون وقعت الدنيا. فيا عيني الواد قعد يلف حوالين نفسه وسمير، ربنا يجازيه بالخير والله يعني، ربنا يمسيه بالخير، تمام؟ فالواد يا عيني قعد يلف حوالين نفسه عشان يدور المشكله في ايه، مش قادر يوصل. في الاخر قام عرف كارت الشبكه جديد، فاول ما عرف كارت الشبكه
رجع كل حاجة على الديفولت. فجاي لي يقول لي انا عرفت المشكلة في ايه، في ايه يا سمير؟ قال لي انا كنت تقريبا معرف التعريف فيرجن 1.8 بس هو الصح كان 1.9. انا اقول اه صح، هي دي تلاقيها المشكلة. يوم ما كنت بذاكر محاضرة لجيرمي، بقى جيرمي ده الانستراكتور اللي انا بذاكر له يعني في الشركات، اول ما جه عند الحتة دي وقالها وشرحها انا كنت موقفة الفيديو كده وقعدت مع نفسي كده شوية، كده فهمت كده فهمت انا عكيت ايه ويا. تمام. مش هتتعلم الا لما تعك، على فكرة العك الكتير ده هو اللي بيعلم. تمام. كل يوم صح. في اي حد كده واقع في حتة السيشن لير، يبقى السيشن لير فيها السورس والديسنيشن هيبدأوا يعملوا نيجوشيشن على الكوميونيكيشن مود، هنشتغل هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس. خلاص ندخل في اللي بعدين، ترانسبورت لير. الترانسبورت لير بقى عشان افهم وظايفه الاول لازم نشرح اتنين بروتوكول شغالين جواه. تمام. ايه ده، ثانية واحدة، هو مش الـ OSI ده بروتوكول؟ لا، كنت بضحك عليهم. الـ OSI بنقول عليه ان هو سويت اوف بروتوكولز، ما كانتش هتتفهم ساعتها الا كده، معلش. تمام. الـ OSI ده عبارة عن مجموعة كبيرة من البروتوكولات، بمعنى جهاز الكمبيوتر مش بيتكلم لغة واحدة بس، جهاز الكمبيوتر بيتكلم اكتر من لغة. لو انا عايز اعمل تشات ببروتوكول، داونلود وابلود ببروتوكول، براوزنج على الانترنت ببروتوكول، كل اكشن بيتم عن طريق بروتوكول. يبقى جهاز الكمبيوتر مش بيتكلم بروتوكول واحد بس، ده مجموعة كبيرة من البروتوكولات لموها كلها جوه باكج واحدة سموها الـ OSI. يبقى الـ OSI ده بنسميه ريفرنس موديل. بنسميه ايه؟ ريفرنس موديل. يعني ايه ريفرنس موديل؟ يعني مجموعة من اللايرز، واللايرز قلنا معناها اكشنز بتتم على الداتا. تمام. اللايرز دي كل لاير شغال جواها مجموعة من البروتوكولات. يبقى تاني الـ OSI او الـ TCP over SIP اسمه reference model. الـ reference model ده عبارة عن مجموعة من layers. layers معناها actions بتتم على data، جوه كل layer شغال مجموعة من البروتوكولات. فجوه الـ transport layer في اتنين بروتوكول مشهورين جدا، واحد اسمه TCP transmission control بروتوكول، او برضو بنسميه ترانسبورت كنترول بروتوكول، الاثنين صح. التاني UDP user datagram بروتوكول. نمسك واحد واحد بقى. TCP بقول عليه ان هو بروتوكول ريلايبل، UDP بقول عليه ان هو بروتوكول ان ريلايبل. طبعا مش دي الفروق الوحيدة اللي ما بينهم، احنا النهاردة زي ما اتفقنا بناخد قشور القشور بتاعت كل لير. ابتداء من المحاضره الجايه كل سيشن او كل ستوري لاير هنقضي فيها مره كده ان شاء الله. تمام. طيب نمسك الاول TCP. هفترض دلوقتي ان انا عندي جهازين كمبيوتر، جهاز A وجهاز B، عايزين يبعتوا داتا لبعض. الداتا لما بتطلع من السورس راحة للديستنيشن، نتفق بس الاول مع بعض كده على اتفاق، بتتقطع لملايين من الاجزاء. تمام. ما بتتبعتش باكت كده على او كتله على بعضها، ده بتتبعت على هيئه بايتس. كل مجموعه من البايتس بيتجمعوا مع بعض في حاجه اسمها سيجمنت. هنعرف النهارده ان شاء الله ايه الفرق ما بين سيجمنت وباكت وفريم. المره اللي فاتت كنا قلنا ان السورس بيبعت الداتا على هيئه فريمز، صح؟ النهارده هسميها سيجمنت لغايه ما اعرف ايه الفرق ما بينهم النهارده ان شاء الله. تمام. فانا عندي الداتا اهو متقطعه، البايت الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. تمام. السورس هيبعت البايت الاولانيه، وصلت؟ حلو قوي. يبدا الديستنيشن يرد باكنولج. يبدا يرد بايه؟ اكنولج. الاكنولج دي تاكيد وصول، بيقول فيها للسورس بيقول فيها للسورس الداتا خلاص وصلت. يقوم دلوقتي السورس عامل ايه؟ مش وصلت له الاكنولج، يبدا يبعت البايت الثانيه، وصلت؟ يرد باكنولج. يبدا يبعت الثالثه. لأي سبب من الأسباب الداتا دي ما وصلتش للديستنيشن. هو ينفع إن الداتا ما توصلش؟ اه عادي جدا. مش دي عبارة عن كهرباء؟ صح؟ الكهرباء حصل مقاومة الأسلاك مثلا، حصل فيها دروب، فالداتا وصلت للديستنيشن غلط. بمعنى الديستنيشن متوقع إن الداتا اللي توصل له أو الفولت اللي يوصل له يا إما 0 فولت يا إما 5 فولت. تمام؟ لا، جاله 2 فولت نتيجة مقاومة الأسلاك، يبقى مش فاهم دروبها. تمام؟ أيا كان، المهم إن البايت رقم 3 دي ما وصلتش.
الديستنيشن مستني ايه؟ الديستنيشن مستني البايت الداتا، السورس مستني الاكنولج. هيبعت رقم 4؟ لا، لغايه ما نعرف بالتفصيل ان شاء الله ايه اللي هيتم. هفترض انه هيستنى شويه وقت كده، ايه ده الداتا ما جاتليش او الاكنولج سوري ما جاليش، يبقى ده معناه ان الداتا ما وصلتش للديستنيشن، يبعت دي. تمام. وعشان كده بقول على التي سي بي ان هو ريلايبل. ريلايبل يعني ايه؟ اقدر اعتمد عليه، اني بضمن ان كل اجزاء الداتا وصلت من السورس للديستنيشن. تمام. ده بالنسبه للتي سي بي. طب تعالوا دلوقتي كده نشوف اليو دي بي اللي بيتم فيه. ايوه، بالنسبه لليو دي بي، السورس بعت البايت الاولانيه، تمام، خير وبركه. الثانيه حلو قوي، الثالثه اتكعبلت في النص وقعت في داهيه، الرابعه وصلت. مفيش اي ميكانيكيه تعرف اساسا السورس ايه اللي وصل وايه اللي ما وصلش، لان مفيش اكنولج، عمال يعمل بوش للداتا بوش للداتا وخلاص. وعشان كده بنسميه انريلايبل. انريلايبل يعني ما اقدرش اعتمد عليه، لان في حاجات بتقع في النص انا ما اعرفش ايه اللي وقع، انا كسورس ما اعرفش ايه اللي وقع. تمام. يبقى مين الافضل، تي سي بي ولا يو دي بي؟ لا، كل واحد وليه استخدامه. تعالوا ناخد اكزامبل واحد بس على التي سي بي واليو دي بي، وهنشوف دلوقتي وهنقتنع فعلا ان اليو دي بي مهم جدا، لدرجه ان اغلب الابلكيشنز دلوقتي على مستوى العالم اصلا شغاله يو دي بي. تمام. تعالوا ناخد اكزامبل كده. لو انا دلوقتي فتحت موقع اليوتيوب وعايزه اتفرج على فيديو، ايه اللي بيحصل؟ الفيديو بيفضل يشتغل، يتعمل له بفرنج، وبعد كده ببدا اشوف الفيديو، صح، بعد ما يحمل، مش كده؟ طيب انا هفترض دلوقتي وانا بتفرج كده على الفيديو النت فصل ساعه كامله، بعد ما النت بيرجع بلاقي المؤشر نط مقدار الساعه دي ولا واقف زي ما هو؟ واقف زي ما هو. بعد ما النت يرجع يبدا يجيب اجزاء الداتا اللي كانت وقعت في خلال الساعه واكمل فرجه عادي. يبقى اليوتيوب شغال ايه؟ تي سي بي، الحاجات اللي وقعت بجيبها تاني، واقصد الفيديوهات العاديه مش الجزء اللايف، لان في جزء لايف في اليوتيوب. تمام. طب تعالوا ناخد اكزامبل تاني بقى على اليو دي بي. لو انا بتفرج دلوقتي مثلا على ماتش اونلاين، هو ماتش ايه النهارده؟ الاهلي؟ تمام. ماشي، بتفرج على ماتش مثلا اونلاين، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ لما ما برضاش اديهم اجازه بقى يلا بيعملوا ايه؟ يروحوا مشغلين الفيديو اصلا تحت الديسك. او ربنا، مره جه كنت وانا شغاله لقيت واحد اما طف في مكانه جول، كان يوم اسود يوميها، ما علينا. المهم تاني، بيتفرج على الفيديو ازاي؟ بيشغل اللي هو الفيديو اللي بيتفرج عليه، بيتفرج على الماتش عن طريقه يعني. تمام. ده عباره عن ابلكيشن. فانا هفترض دلوقتي ان النت فصل ربع ساعه، بلاش ساعه عشان الشوت بيقولوا لي معرفش قد ايه، النت فصل ايه ربع ساعه. بعد ما النت بيرجع بلاقي المؤشر نط مقدار الربع ساعه دي، تمام، ولا بيجيب اجزاء الداتا اللي وقعت في خلال الربع ساعه؟ بينطها، لانه اساسا كده كده لو كان جاب اجزاء الداتا في خلال الربع ساعه يبقى انا بتفرج في وادي والماتش شغال. بتفرج لايف قبل كده على ماتش الجير قطع بس ما قطعش كتير، بس جات لي الفرصه اللي انا اتفرجت عليها، بس قعد يديني ايه بريفايز على النكست، عمال يصرع لي في الربع. صرحها يعني؟ طب والله جهازك محترم، طبيعي يا جدعان، ده لابتوب بتاع واحد منوفي، طبيعي يعني. حتى لو جه على الموبايل برضه، لا الموبايل منوفي عادي يعني. تمام؟ فالمفترض دلوقتي بيبقى فعلا على حسب الابلكيشن. بمعنى ايه؟ دلوقتي الابلكيشن ده زي ما قلت لكم لو النت فصل ربع ساعه ايه اللي هيحصل؟ يبدا اساسا ينط مقدار الربع ساعه، لان لو كان جاب لي اجزاء الداتا هبقى انا بتفرج في وادي والماتش في وادي تاني خالص. زي مثلا لو قطع مثلا بعد كده تلاقي النتيجه اتغيرت. يعني ممكن نقول ان ده دقه وضاع شويه. مش قوي كده، اصل بس فكر فيها كده بالراحه. اصلا ايه شلبي؟ دلوقتي لو انا كان اصلا الابلكيشن ده شغال تي سي بي، منطقي؟ انا عايزه اتفرج على حاجه لايف. صح؟ طب مين اللي هيحدد انت هتشتغل تي سي بي ولا يو دي بي؟ مش انت كيوزر خالص. امال مش انا دلوقتي لما فتحت اليوتيوب في ابلكيشن صغير كده، في واحد راجل بروجرامر كتبه بتفرج عن طريقه على الفيديو. تمام. مش انا دلوقتي لما جيت اتفرج على الماتش في ابلكيشن صغير كده بتفرج عن طريقه على الماتش. الراجل اللي كتب الابلكيشن، الراجل البروجرامر اللي كتب الابلكيشن ده قرر ان هو يكتبه تي سي بي او يو دي بي. يعني انا كان واحد زميلي مبرمج كان قرر ان هو يدخل في حته بقى برمجه حاجات للشبكات، تولز للشبكات وكده،
فلقيته جاي مره بيسالني ايه الفرق ما بين التي سي بي واليو دي بي، عشان لما بيعمل ابلكيشن ريليتد بالشبكات يعني بيساله انت عايز الابلكيشن ده انت هتعمله ايه، تي سي بي ولا يو دي بي. يبقى مش انت كانت يوزر خالص اللي بتحدد. واضحه كده؟ يبقى ايه رايكم اليو دي بي مهم جدا ولا لا؟ اغلب دلوقتي حياتنا حاجات لايف، شغل لايف، وعشان كده دلوقتي مين اللي منتشر اكتر واكتر؟ اليو دي بي. معنى كده تي سي بي منقرض؟ لا، في بعض الابلكيشنز اللي لازم تشتغل على تي سي بي. انا دلوقتي عايزه ابعت ايميل لمين، لو الايميل اتاخر 5 دقايق مفيش مشكله، بس اللي يهمني انه يوصل سليم. حد عنده وقع مني في اي حاجه هنا؟ يبقى دلوقتي لما اقول ايه هي وظائف الترانسبورت لاير، ايه هي وظائف الترانسبورت لاير؟ اول وظيفه من وظائف الترانسبورت لاير اللي هو ايرور كوركشن او ايرور ريكفري. طبعا في حاله ايه؟ تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي. اليو دي بي ما بيعمليش ايرور ريكفري، صح؟ طيب الوظيفه الثانيه فلو كنترول. ايه فلو كنترول دي؟ بنقول عليها ويندوينج، بنقول عليها بافرنج، بقول عليها كونجيشن افويدنس. نمسك واحده واحده بقى. الوظيفتين دول الاثنين في حاله التي سي بي بالمناسبه، تمام؟ رغم كل اللي احنا شرحناه بس انا مش فاهمه ايه حوار يعني ايه فلو كنترول ده. عندي دلوقتي كاس كمبيوتر ايه عايز يبعت داتا لكاس بي، اتفقنا ان الداتا بتتقطع لملايين من البايتس، صح؟ كل مجموعه من البايتس بتبقى عباره عن سيجمنت، مش كده؟ طيب انا قلت لكم من شويه ان السورس هيبعت البايت الاولانيه، الطرف الثاني يرد باكنولج. لا، للدقه مش كده، للدقه. ليه بقى؟ لو انا بعت بايت استنى اكنولج، اللي بعديها استنى اكنولج، مش هخلص. يبقى على سبيل المثال لو عايزه اطلع على موقع زي اليابو قدامي 24 ساعه بقى ان شاء الله لغايه ما اضمن ان كل اجزاء الداتا جات لي بقى، تمام؟ امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك في البدايه خالص بيعملوا نيجوشيشن مع بعض، فبيتفقوا على حجم البفر عند الديستنيشن. يعني ايه؟ الديستنيشن بيقطع جزء من الرام بتاعته، جزء من الميموري، بنقول عليه ان هو بفر، او بقول عليه برضو ويندو. بقول عليه بفر او ايه؟ ويندو. بفر او ويندو معناه مخزن، تمام؟ ويبدا الديستنيشن يعرف السورس يقول له انا اتعطلك جزء من الميموري بتاعي يستحمل 4 بايت في المره الواحده. طبعا في الواقع في الحقيقه ما بيبقاش 4 بايت ولا الكلام ده، بتبقى 32000 64000 ارقام كده، ايه؟ تمام. فالمهم تاني فور سمبلستي هفترض ان هو 4 بايت، بعت لي البايت الاولانيه وصلت، اه بعت البايت الثانيه حلوه قوي وصلت لايه مكانها، الثالثه وصلت، الرابعه وصلت، البفر اتملى، اه يبدا الديستنيشن يعمل بروسيسنج للداتا. يعني ايه بروسيسنج للداتا؟ يشوف لو كانت وصلت له بترتيب مختلف يرتبها، لو في حاجه وقعت هيطلبها تاني، هنعرف ازاي قدام باذن الله ان لو حاجه وقعت هيجيبها تاني. المهم تاني انه هيبدا بعد كده يفضي البفر، عمل بروسيسنج واكتشف ان الداتا كلها سليمه اهو، فيبدا يعمل ايه؟ بروسيسنج، او سوري يفضي البفر. يفضي البفر يعني يبعت الداتا لانهي لاير؟ الكلام ده عند الترانسبورت، يبقى هيبعت الداتا لانهي لاير؟ لا، السيشن بالظبط، لان خد بالك الداتا جايه كده الناحيه الثانيه العكس، صح؟ انا هنا في الترانسبورت يا صلاح، مش كده؟ الداتا هتطلع لمين؟ للسيشن، مش كده؟ المهم تاني البفر عندي فدي، يبدا الديستنيشن يبعت اكنولوجي. الاكنولوجي دي معناها ابعت لي الاربعه اللي بعديهم، ابعت لي ايه؟ الاربعه اللي بعديهم، تمام؟ الوظيفه دي بنقول عليها فلو كنترول، التحكم في تدفق الداتا، ان السورس مش عمال يبعت 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 زي اللهبل وخلاص، لا، في كنترول للموضوع، تمام؟ عن طريق الويندو، عن طريق البفر. يبقى انا كده عملت كونجيشن افويدنس، تجنب ازدحام الداتا. يبقى من الاخر كلهم بنفس المعنى. في اي مشكله في جزء؟ هي في بس نقطه طبعا، عشان بس تسألني يا واد اسأل. دلوقتي اللي مثلا سورس يبعت للديستنيشن،
تمام. مثلا برانس بوك زي ما قلتي هتبعت السيشن الناحيه الثانيه. طب بص هوقف الفيديو بس عشان ما يطولش قوي واخد سؤال. ندخل بعد كده على اللاير اللي تحتيها اللي هي ها النتورك لاير. تمام. النتورك لاير دي وظيفتها ايه بقى؟ قال لك اول وظيفه من وظائف النتورك لاير لوجيكال ادريسنج. لوجيكال ادريسنج. تاني وظيفه تشوز ذا بيست باث فروم سورس تو ديستنيشن. نمسك واحده واحده بقى. لوجيكال ادريسنج يعني ايه؟ يعني الداتا في المرحله بتاعه النتورك، النتورك هتروح مكلبشه في كل جزء من اجزاء الداتا، تحط عليها السورس اي بي والديستنيشن اي بي، اللوجيكال ادريس. تمام. وطبعا للدقه في الاو اس اي مفيش ادريسنج اسمه اي بي، اسمه سي ال ان اس بس. خلاص بقى احنا هنقول اي بي على اساس ان اللي منتشر دلوقتي اكتر اللي هو الاي بي، انما للدقه هنا في الموديل بتاع الاو اس اي بيحط الادرس بتاع السي ال ان اس. تمام. ايا كان نوع اللوجيكال ادرس، سواء بقى اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 سواء سي ال ان اس. تمام. دي اول وظيفه. تاني وظيفه تشوز ذا بيست باث فروم سورس تو ديستنيشن. بمعنى هفترض دلوقتي ان انا عندي توبولوجي زي ده كده. نعم. ايوه. دي مجموعه من الراوترز، راوتر 1 2 3 4 5. تمام. عايزه اوصل لشبكه هنا. تمام. ار واحد دلوقتي قدامه كام طريق عشان يوصل للديستنيشن ده؟ ثلاث طرق. هيمشي الداتا في انهي طريق؟ حصل ايه؟ السرعه؟ طيب. ايوه. ايه؟ حسب البروتوكول. تمام. بمعنى كان في ناس تقول لي همشي الداتا في الطريق اللي في النص ده، طب لو قلت لكم ان سرعته 56 كيلو بت بير سكند، لكن فوق سرعته 10 ميج، تحت سرعته 1 ميج. تمام. مين اللي قال الاسرع؟ اللي هو ال 10. مش شرط ال 10، لان ممكن يكون الطريق اللي فوق 10 بس هنا 512 بطأ، حصل اختناق هنا 512 كيلو، انما تحت على طول المسار 1 ميجا. تمام. فمش حاجه ثابته. امال ده شغل سيسكو سيرف بقى، في بروتوكولات بتشتغل على التوبولوجي ده كده او على الشبكه دي، كل بروتوكول ليه طريقه تفكير معينه. في بروتوكول هيمشي الداتا في الطريق اللي في النص على اساس ان عدد الراوترز اللي في النص اقل، في بروتوكول يبص على الاسرع زي ده بس مش هيهتم في اختناق عندي ولا لا، في بروتوكول يبص على الاسرع بس لو حصل اختناق يبقى لا يبقى اللي تحت افضل. كل بروتوكول ليه طريقه تفكير مختلفه. تمام. المهم تاني دي كده وظيفه الراوتر. وظيفه الراوتر ايه؟ اختيار انسب طريق من السورس للديستنيشن. تمام. النهارده ان شاء الله في اخر اليوم هكتشف ان الراوتر شغال عندي في النتورك لاير، يعني ايه جهاز شغال في لاير معينه، النهارده هنعرف باذن الله. تمام. فتاني وظيفه الراوتر اختيار انسب طريق من السورس للديستنيشن. تمام. الراوتر شغال في النتورك لاير، يبقى وظيفه النتورك لاير هي وظيفه الراوتر اختيار انسب طريق من السورس للديستنيشن. واضحه كده؟ تمام. تنزل الداتا بعد كده على مين؟ الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير دي بقى الوحيده اللي مقسومه عندي لتو سب لايرز، اللي مقسومه عندي لايه؟ لتو سب لايرز. اللاير الاولانيه اللي هي ال ال سي لوجيكال لينك كنترول. السب لاير الثانيه اللي هي الميك ميديا اكسس كنترول. نمسك السهله الاول الميك. مش الداتا هنا في النتورك لاير، النتورك لاير كلبشت في كل جزء من اجزاء الداتا، حطت عليه السورس اي بي ديستنيشن اي بي. نفس الكلام بالظبط، اول ما الداتا تنزل في الداتا لينك لاير في الجزئيه بتاعه الماك، الماك هتكلبش في كل جزء من اجزاء الداتا، تحط عليه سورس ماك ديستنيشن ماك. تحط عليه ايه يا شباب؟ سورس ماك وديستنيشن ماك. ايه ده؟ هو ايه ده؟ قال لك اصل في حاجه بقى، الخمسه لاير اللي فوق دول مين المسؤول عنهم؟ السي بي يو.
مين اللي بينفذ الاكشنز دي؟ مش اتفقنا ان الاو اس اي اصلا يصلح 7 اكشنز بيتم معدتها؟ تمام. الجزء اللي فوق الخمسه لير دول مين المسؤول انه بينفذهم؟ السي بي يو. امال الاثنين لير اللي تحت دول مين المسؤول انه بينفذهم؟ كارت الشبكه النيك نتورك انترفيس كورد. نيك اللي هو كارت الشبكه، نتورك انترفيس كورد. تمام. فكارت الشبكه اول ما الداتا توصل له، قلنا تاني هيكلبش في كل جزء من اجزاء الداتا يحط عليه الميك. تمام. طب بالنسبه للال ال سي، الال ال سي قالك ده وظيفتها ان الجهاز بيعمل نيجوشيشن تفاوض مع الابر لاير عشان نشوف هنشتغل بانهي نوع من انواع الادريسنج. مش فاهمه ولا كده. تمام. تعالوا ناخد اكزامبل. الجهاز بتاع مايو قدامي دلوقتي شغال اي بي فيرجن 4 مثلا، واللابتوب بتاعي مثلا شغال اي بي فيرجن 6. ايه رايكم؟ هيقدروا يستوعبوا بعض؟ يفهموا بعض؟ لا، ده شغال بروتوكول وانا شغاله بروتوكول تاني. قام جاي الجهاز بتاعها قام عامل برودكاست في الشبكه. برودكاست يعني ايه؟ داتا هتوصل لمين؟ للكل، بما فيها اللاب بتاعي. الداتا هتوصل لكارت الشبكه، كارت الشبكه يبعتها على البروسيسور، البروسيسور يفضل يعمل بروسيسنج بروسيسنج، وفي الاخر يكتشف ان الداتا دي مش ليه، فيعمل لها دروب. يعمل لها ايه؟ دروب. طب وليه وجع القلب؟ انا واحده لما بحس ان صوت البانر بتاعت اللاب بتاعي عالي قوي، يبقى كده في حاجه مستهلكه البروسيسور، صح؟ لو لقيت البروسيسور عالي قوي زياده عن اللزوم بتقلق، مش كده؟ ايه اللي يخلي الجهاز اساسا باستمرار البروسيسور يفضل يشتغل وفي الاخر يعمل دروب للبروسيسور؟ انت كده عامل لود على البروسيسور، صح؟ طب والحل؟ قال لك لا، ساعتها كارت الشبكه هيبدا يعمل نيجوشيشن مع الابر لاير اللي هو مسؤول عنها السي بي يو. يعني كارت الشبكه هيعمل بروسيسنج او يعمل نيجوشيشن مع مين؟ مع النتورك لاير. يسالها كده من البدايه، بقول لك يا نتورك لاير، هو احنا هنشتغل بادريسنج نوع ايه؟ اي بي فيرجن 6. طب كويس انك قلتي لي. تمام. تقوم الداتا لما تطلع من الجهاز بتاع ماي برودكاست وصل لكل بما فيها اللابتوب بتاعي، وهي عند كارت الشبكه من اولها، هو انت جايه لي باي بي ايه؟ فيرجن 4؟ لا ثانيه واحده، ده هم جوه مبلغني ان احنا شغالين فيرجن 6. لا معلش سوري، مش هدخلك جوه. يبقى الداتا هتدروب من اولها وهي عند كارت الشبكه. تمام. يبقى تعالوا كده نقول تاني بقى، ال ال سي وظيفتها ان اللاير دي بتعمل نيجوشيشن تفاوض مع الابر لاير اللي هي النتورك لاير عشان نشوف هنشتغل بانهي نوع من انواع الادريسنج، عشان لو جالي ادريسنج مختلف عن اللي انا بفهمه دروب من اولها والداتا عند كارت الشبكه. استوعبناها كده؟ الداتا تنزل بعد كده على مين؟ الفيزيكال لاير، على هيئه شويه صروحيه تترمي الداتا بتاعتي على السلكه سواء وايرز او وايرلس. اي اسئله لغايه دلوقتي؟ تمام. ربع ساعه بريك بقى كده ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انهي موديل اللي اتكلمنا فيه ده كله؟ اي موديل، صح؟ بس احنا اتفقنا ان في موديل تاني هو اللي شغال دلوقتي اللي هو تي سي بي اوفر اي بي. تي سي بي اوفر اي بي. تمام. في تي سي بي اوفر اي بي احنا اتفقنا ان هو كام لاير؟ 4 لاير، اللي هما ابلكيشن، ترانسبورت، انترنت. الثلاثه اللي فوق دول قصادهم ابلكيشن. تمام. الترانسبورت قصادها ترانسبورت، النتورك قصادها انترنت، الداتا لينك والفيزيكال قصادها نتورك نتورك ايه؟ بس الكلام ده كان لغايه 2010. الكلام ده كان لغايه كام؟ 2010. بعد 2010 قرروا ان هم يعملوا تي سي بي اوفر اي بي فيرجن تاني منه شغال على كام لاير؟ على 5 لاير. وده فعليا دلوقتي اللي شغال تي سي بي اوفر اي بي، متكون من كام يا شباب؟ من 5 لاير اللي هم ابلكيشن، وبعد كده الاربع لاير اللي تحت ينزلوا عادي زي ما هم ابلكيشن لاير اللي هو قصاد هنا مين؟ ابلكيشن برزنتيشن سيشن، وبعد كده ترانسبورت، بعد كده نتورك او انترنت لما بلقطها في الواير شارك بتصير انترنت للدوك، وبعد كده الداتا لينك لاير، وبعد كده فيزيكال. وده فعليا اللي شغال دلوقتي. فين
في اخر الكورس كده يعني في الثلث الاخراني من الكورس ان شاء الله هستخدم لكم برنامج كده بيكابتشر الترافيك اللي ماشي في الشبكه، وساعتها اساسا هنشوف بعينينا ان فعلا دلوقتي الداتا الداتا بتاعتي او اللايرز بتاعتي عباره عن كام؟ 5 لاير فعلا دلوقتي على ارض الواقع مش 4. تمام؟ طيب ندخل بقى في موضوع اللي هو انكابسوليشن. تمام؟ قبل ما نتكلم بس في الانكابسوليشن، احنا اتكلمنا من شويه عن الاس ار صح؟ والتي سي بي اوفر اي بي. تمام؟ ايه دول؟ قلنا ان دول عباره عن 2 ريفرنس موديل. ليه فكروا ان هم يعملوا ريفرنس موديل؟ لسببين. اول سبب ستاندرلايزيشن. يعني ايه ستاندرلايزيشن؟ بدل ما كان زي زمان كده كل شركه بتحط الستاندرد اللي على مزاجها، لا ده بقى في دلوقتي ستاندرد موحد على مستوى العالم الكل شغال. تاني سبب بيتر اندرستاندينج اوف داتا ترانسفير. انا فعلا دلوقتي فاهمه كويس الداتا عشان تروح من السورس للديستنيشن الداتا بيحصل لها ايه بالظبط لغايه ما توصل للديستنيشن. تمام؟ ندخل بقى في انكابسوليشن. كلمه انكابسوليشن كترجمه معناها تغليف. كترجمه معناها ايه؟ تغليف. يعني ايه؟ الداتا اول ما بتوصل للابلكيشن لاير، الابلكيشن لاير بتكلبش كده في الداتا وتغلفها جوه صندوق، والصندوق ده تحط عليه شويه معلومات. تمام؟ الداتا بالصندوق تبعته على الترانسبورت لاير، الترانسبورت لاير تحط عليه شويه معلومات كمان، تبعتها بعد كده على النتورك، النتورك تاخد الداتا بالصندوق بالصندوق تحطه في صندوق تالت وتكلبشه كمان او تغلفه او تحط عليه معلومات كمان. انسون. يبقى تاني انكابسوليشن يعني ايه؟ ان الداتا بتتغلف جوه صندوق، تنزل على اللاير اللي تحتيها تتغلف جوه صندوق كمان انسون، كل صندوق متبرشم عليه شويه معلومات. تمام؟ بيحصل انكابسوليشن في الابلكيشن لاير، بس انا دلوقتي مش انترستد فيه، انا انترستد فين؟ في الترانسبورت لاير. شكل الداتا بالصندوق بيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لك ادي ادي الداتا اهي. تمام؟ الترانسبورت لاير كنا قلنا ان جواه 2 بروتوكول مشهورين جدا، يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي. تمام؟ فانا هفترض دلوقتي ان الداتا بتاعتي اتغلفت جوه الصندوق بتاع التي سي بي، فبسمي الصندوق ده هيدر. بسمي الصندوق ده ايه؟ هيدر. هنا طبعا انا غلفته جوه الصندوق بتاع التي سي بي، يبقى التي سي بي هيدر. الداتا بالصندوق تنزل بعد كده على مين؟ النتورك لاير. النتورك لاير تعمل فيها ايه؟ هتمسك الداتا بالصندوق تغلفه جوه صندوق كمان. ادي الداتا، ادي التي سي بي هيدر، بعد كده الداتا بالصندوق هتتغلف جوه حاجه كمان هيدر كمان اسمه اي بي هيدر. واضحه؟ بعد كده الداتا بالصندوق القصه دي كلها تمام تنزل على صندوق كمان اللي هو الداتا لينك لاير. ادي الداتا، ادي التي سي بي هيدر، بعد كده اي بي هيدر. تمام؟ تتغلب جوه صندوق اسمه ايثرنت هيدر. تتغلب جوه صندوق اسمه ايه يا شباب؟ ايثرنت هيدر. تمام؟ وطبعا زي ما اتفقنا كل هيدر من الهيدرز دي بتحط معلومات، يعني على سبيل المثال الاي بي هيدر بيتحط فيه معلومات كتير بما فيها السورس اي بي والديستنيشن اي بي وحاجات ثانيه بس مش وقتها. تمام؟ تنزل بعد كده على الداتا لينك هيتحط هنا في الايثرنت هيدر معلومات بما فيها السورس ماك ديستنيشن ماك. تمام؟ الداتا لينك لاير هي الوحيده اللي ما بتحطش عندي هيدر بس، بتحط عندي هيدر وتريلر، راف وديل الداتا. الديل الداتا ده بيبقى جواه قيمه اسمها اف سي اس، فريم تشيك سيكونس. فريم تشيك ايه؟ سيكونس. نمسك بقى حاجه حاجه كده. ايه الايثرنت هيدر ده؟ كلمه ايثرنت معناها غاز او شبكات الاثر. كان في غاز كده عندنا اساسا، في غاز اسمه غاز الاثر، سرعه التطير سرعه التطير بتاعته عاليه قوي. بمعنى لو انا عندي مثلا ازازه كده فيها شويه غاز اثر، لو فتحتها سرعه التطير بتاعته عاليه جدا. فلما عملوا دلوقتي الشبكات بتاعه اللين دي، تمام، عملوا بروتوكول يشغل شبكات اللين، لقوا ان كل يوم والتاني السرعات بتاعته بتزيد قوي. تمام؟ فتيمنا يعني بالسرعات قاموا مسمينه بعد كده بروتوكول الايثرنت.
شبكات الاثر، تيمون البغاز الاثر زي ما قلت لكم لان السرعات بتاعته عاليه جدا. يعني على سبيل المثال اخر سرعه وصلنا لها في اللين حد فاكر كم؟ 100 جيج بالظبط. سويتشات نيكسز على سبيل المثال في موديل كده من سيسكو اسمه نيكسز، سرعه البورت الواحد 100 جيج وفي تطور. شايفين السرعات بتاعه الايثرنت عاليه ازاي؟ تمام. فتاني من الاخر كده الايثرنت ده عباره عن ايه؟ ده البروتوكول المسؤول عن نقل الداتا جوه اللين. اللين مش الوان، الوان ده ليه بروتوكولات تانية خالص مش موضوعنا. تمام. طيب ده بالنسبه للايثرنت هيدر. ايه بقى حوار الاف سي اس دي؟ قال لك الاف سي اس دي وظيفتها ان هي بتعمل لي تشيك او ديتكت على الايرور. وظيفتها ان هي بتعمل لي ايه؟ ديتكت، مش ريكفري للايرور، ديتكت بس للايرور. لو الداتا فيها اي مشكله يجيب لي الايرور بس. تمام. امال مين اللي بيعمل لي ريكفري للايرور؟ انهي لاير وفي حاله ايه؟ اللي هي بتاعت ايه ماي؟ ايوه ايرور ريكفري اللي هو الترانسبورت لاير في حاله تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي. مش احنا اتفقنا ان التي سي بي هو اللي بيعمل لي ريكفري للايرور؟ مش فاهمه. تعالوا ناخد اكزامبل كده يوضح لي يعني ايه دي بتعمل ديتكت للايرور ودي بتعمل لي ريكفري للايرور. هفترض ان انا عندي كاس كمبيوتر ايه وعايز يبعت داتا لكاس بي. تمام. الداتا شكلها بيبقى عامل ازاي؟ ادي البيلود. كلمه بيلود كترجمه معناها محتوى. ايه المحتوى ده؟ يعني الهيصه دي كلها، الليله دي كلها، الداتا بالتي سي بي هيدر بالاي بي هيدر، الهيصه دي كلها بنسميها المحتوى بيلود. تمام. السورس في اللاير بتاعه الداتا لينك هيمسك البيلود ده كله يضربه في معادله كده، المعادله دي اسمها اف سي اس، بحيث ان هو يطلع هاش. بحيث يطلع ايه؟ هاش. كلمه هاش كترجمه معناها مشوه، يعني هتلاقيها كمان حاجه بالمنظر ده، حاجه بالشكل ده. تمام. يبقى تاني البيلود المحتوى ده كله الداتا بالصناديق دي كلها هتنضرب في معادله اسمها اف سي اس عشان يطلع منها الهاش. الهاش ده عباره عن ايه؟ كلمه هاش كترجمه معناها مشوه، حاجه بالمنظر ده. ويمسك بعد كده الداتا بالبيلود ده كله الهيصه دي كلها يبعتها لمين؟ للديستنيشن. صح. المشكله عندي دلوقتي ان الداتا لما اتبعتت من السورس للديستنيشن بقت altered. كلمه altered يعني اتلعب فيها، سواء بقى التاكر لعب في الداتا وهي بتوصل للديستنيشن، سواء نتيجه مقاومه الاسلاك الداتا وصلت غلط. المهم تاني الداتا ما وصلتش بيلود، ده وصلت بيلود زيرو، حصل تغيير اهو. تمام. الديستنيشن في المرحله بتاعت الداتا لينك لاير هيمسك الداتا اللي جات له البيلود اللي جاله يضربها في المعادله بتاعت الاف سي اس، فهيطلع له حاجه بالمنظر ده. ليه طلع الرقم مختلف؟ لان البيلود وصل له مختلف. تمام. ويقارن البيلود اللي وصل له بالبيلود اللي هو طلعه. ايه رايكم؟ نفس البيلود نفس سوري اس الهاش؟ مش نفس الهاش. طالما مش نفس الهاش يبقى الداتا دي altered في النص، اتلعب فيها في النص. اول ما يكتشف ان الهاش مختلف هيعرف ان الداتا altered، يروح عامل دروب للداتا، هو خلاص كده ملوش لازمه تاني. تمام. امال مين ساعتها اللي يطلب الداتا؟ الترانسبورت لاير. لو انا كنت شغاله تي سي بي يبقى كبيري في الداتا لينك لاير بيعمل دروب للداتا لو كانت وصلت له مش مظبوطه. تاني. حاضر. دلوقتي جهاز الايه عنده البيلود اهو، قلنا بيلود يعني ايه يا رضا؟ المحتوى بالكامل. تمام. الجزء ده كله كده. تمام. هيضرب الهيصه دي كلها في معادله اسمها الاف سي اس، فيطلع حاجه مشوهه اسمها الهاش، ويبعت البيلود بالهاش للديستنيشن. وصل اهو، بس للاسف البيلود وهو بيوصل للديستنيشن اتلعب فيه فما وصلش سليم، والهاش سواء وصل سليم او اتلعب فيه هو كمان وات ايفر. المهم ان الديستنيشن هيمسك البيلود ده يضربه في المعادله، نفس المعادله ما الاثنين شغالين بالاف سي اس، سورس وديستنيشن. تمام. فهيطلع هاش يقارن الهاش اللي وصل له بالهاش اللي هو طلعه من البيلود اللي عنده. لو نفسه يبقى الداتا altered، يبعتها على بقيه اللايرز يطلعها خلاص. لو مش نفس الهاش يبقى البيلود كده وصل غلط، يعمل دروب للداتا. صح. وبعد كده ملوش علاقه بعد كده الترانسبورت لاير. لو انا شغاله تي سي بي هي اللي هتطلب الداتا دي.
ازاي هيطلب الداتا ده في الشابتر بتاع ترانسبورت باذن الله. تاني حلو، بس مش عايزه ادخلكم في التفاصيل دي سيسكو خالص. يعني انت واخد سي سي ليه؟ تمام. انا هنا مش الهيدر ده مش الكلمه الصغنطوطه اللي انا كتبتها دي، في هنا هيصه كبيره جدا جدا في الحته دي. تمام. طيب كان هو واحد نفس الطيب. ايه الطيب ده؟ هو الزيرو اف نفس الهاشر. مش شرط، ممكن يكون وصل زي ما هو، ممكن يكون وصل متلخبط هو كمان. تمام. المهم عندي ان البيلود هو اللي وصل ايه مختلف، فهيطلع له هاش ويقارن الهاش اللي جاي واتفر ده وصل سليم او وصل مختلف هو كمان. المهم ان الهاش اللي طلعه مختلف عن الهاش اللي وصل. فكده الداتا دي معناها ان ده معناه ان الداتا دي انتر، فيعمل لها طلب. خلاص. تمام. نرجع تاني بقى هنا. الداتا بالصندوق طول ما انا في لاير الترانسبورت بسميها سيجمنت، بسميها ايه؟ طيب طول ما انا في النتورك لاير بسميها باكيت، طول ما انا في لاير 2 بسميها فريم. اختلاف يعني بسميها بس ايه؟ الداتا بالصندوق بسميها سيجمنت باكيت فريم. سيمبلي في الابلكيشن لاير بسميها داتا، تحت خالص في الفيزيكال لاير بسميها بيتس. تمام. مش احنا عارفين ان انا عندي اثنين موديل اللي هما الاو اس اي والتي سي بي اوفر اي بي. المسميات اللي انا قلتها دي خاصه باللاير بتاعه التي سي بي اوفر اي بي، خاصه بمين؟ بالتي سي بي اوفر اي بي. بس انا عندي موديل تاني اللي هو الاو اس اي. في الاو اس اي الداتا بالصندوق بسميه بي دي يو، بروتوكول داتا يونت. بسميها شباب بروتوكول داتا يونت. هي دي لير كام؟ الترانسبورت لير دي لير كام؟ لير كام؟ أربعة. لير أربعة. ما احنا اتفقنا. ها؟ لا. ما هي هي الفيزيكال لير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام؟ يبقى تاني دي لير كام؟ أربعة. فبسميه ساعتها في الموديل بتاع الـ OSI بسمي الداتا بالصندوق Layer 4 بديو. بسميه ايه؟ Layer 4 بديو. يبقى هنا اسمها؟ أيوة. وهنا اسمها؟ Layer 2 بديو. اختلاف مسميات بس مش اكتر. ونظرا طبعا لان احنا شغالين على الموديل بتاع الـ OSI سوري الـ TCP over IP، عشان كده دايما المسميات اللي هنقول عليها سيجمان باكت. خلاص. طب لما يكون السورس بيعمل انكابسيوليشن للداتا، تغليف للداتا، الديستنيشن هيعمل ايه؟ دي كابسيوليشن للداتا، يبدا ان هو يكسر الصناديق عشان يوصل في النهايه لقلب الداتا. صح. السورس عمال يحط الداتا جوه صناديق جوه صناديق، توصل الداتا الناحيه الثانيه، يفضل يكسر الصناديق يكسر الصناديق عشان يوصل لقلب الداتا من جوه. واضحه؟ تمام. اخر حاجه بقى في الجزء ده، عايزين بس نتكلم عن مجموعه من الديفايسز. تمام. اللي شغاله عندي في كل لير. على سبيل المثال الفيزيكال لير شغال فيها جهاز اسمه هاب، وشغال فيها جهاز اسمه ريبيتر. الداتا لينك لير شغال فيها جهاز اسمه سويتش، وشغال فيها جهاز اسمه بريدج. تمام. النتورك لير شغال فيها جهاز اسمه راوتر. تمام. لغايه بس ما ناخد يعني ايه الديفايس شغال في لير معانا النهارده دلوقتي، يعني ناخد بس كده الاول اوفر فيو كل جهاز وظيفته ايه. على سبيل المثال الهاب والسويتش، قلنا المره اللي فاتت ان الهاب بيعمل ايه؟ فلاد على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي جات لي منه الداتا. كل مره السورس عايز يروح للديستنيشن فلاد على كل الانترفيس. تمام. السويتش اول فريم بس. شفت انا قلت ايه؟ اول فريم. ليه قال اول فريم؟ لان الداتا لينك لاير الداتا فيها اسمها فريم. صح. يبقى اول فريم بس.
بيعمل لها فلود على كل الانترفيسز، وبعد كده بيستغل الفريم دي عشان يبيلد جوه الميموري جوه الرامه تيبل. التيبل ده اسمه ماك ادرس تيبل، عن طريقه هيبعت بعد كده الداتا كلها فروم بوينت تو بوينت. فرق حاجه؟ طيب دلوقتي الريبيتر والبريدج، تمام؟ الريبيتر ده جهاز خلاص انقرض ما بقاش ليه وجود، تمام؟ واقصد جهاز هاردوير اسمه ريبيتر، عشان في ناس تقول لي لا ده في ريبيتر ما اعرفش ايه. انا ما اقصدش الاوبشن اللي جوه الاكسس بوينت، في اوبشن جوه الاكسس بوينت ان انا بحول الاكسس بوينت يقوم وظيفه اسمها ريبيتر او يقوم وظيفه اسمها بريدج. انا اقصد ان كان في زمان فعلا جهاز هاردوير اسمه ايه؟ ريبيتر، وكان في جهاز زمان اسمه بريدج، تمام؟ الريبيتر ده هو اول نوع من انواع الكابلات اشتغلنا عليه، كان هو الكوأكسيال كيبل اللي كان مع انهي باست، مع انهي توبولوجي؟ الباست توبولوجي. لما ناخد شابتر الاسلاك باذن الله، لما ندخل في جزئيه الاسلاك هكتشف ان الكوأكسيال كيبل فيه منه نوعين، نوع تخين سك اللي هو عندنا في البيت ده، وده كان اقصى مسافه من السورس للديستنيشن 500 متر، والنوع الثاني سن الرفع بتاعه نص اللي عندنا في البيت بالظبط، تمام؟ ده اقصى مسافه من السورس للديستنيشن 185 متر. اقصى مسافه كام؟ 185 متر، تمام؟ فدلوقتي بالنسبه مثلا للسك اقصى مسافه قلنا 500 متر، لو المسافه زادت عن 500 متر قبل ال 500 متر ما يخلصوا ان شاء الله حتى بمتر واحد اروح حاطه ريبيتر كوأكسيال، يبقى احط ايه؟ ريبيتر. كل 500 متر ارمي له ريبيتر، تمام؟ طبعا نظرا لان الباست بولجي خلاص انقرض بالنسبه لشغل الشبكات فالريبيتر بح خلاص، تمام؟ البريدج بقى، البريدج طريقه شغله زي سويتش بالظبط، نسخه طبق الاصل من السويتش، يعني اول فريم كان بيعمل لها فلود، تمام؟ ويستغل اول فريم عشان يبيلد الماك ادرس تيبل. فرق حاجه عن السويتش؟ لا، بس لسبب ما معين مش عايز ادخل فيه طبعا لان احنا كنا الكورس بتاعنا مايكروسوفت مش سيسكو، تمام؟ لسبب ما كان البريدج ابطا بكتير من السويتش، تمام؟ نفس طريقه الشغل نسخه طبق الاصل، الفرق ايه؟ السرعه. كان اخترع حته اي سي هي كده اسمها ايسك، عايز يعرف عنها معلومات يعني. الاي سي هي دي تاثيرها ان هم دخلوها في التكنولوجي بتاعت السويتش، سرعت السويتش جدا جدا عن البريدج بدون ما ادخلكم في تفاصيل، تمام؟ طيب الراوتر، الراوتر وظيفته جهاز وظيفته ربط شبكات مختلفه، لغايه ما نعرف يعني ايه شبكات مختلفه كمان محاضرتين باذن الله. يعني ده معناه كده من الاخر زي مثلا اللان اللي انا فيها عايز اوصل على الانترنت مثلا، دي شبكه ودي شبكه، مين اللي هيوصلني؟ الراوتر. ده اوفر فيو عن كل جهاز، تمام؟ عايز افهم بقى دلوقتي يعني ايه جهاز شغال في لاير معينه. هو الهب مثلا على سبيل المثال بمسكه بايدي ولا لا؟ يبقى الهب موجود في انهي لاير؟ الفيزيكال لاير، صح؟ طيب ثانيه واحده، السويتش بمسكه بايدي ولا لا؟ يبقى شغال فين؟ الفيزيكال لاير. بس السويتش عشان يشوف شغله صح ماست يفهم الماك ادرس عشان يبيلد الماك ادرس تيبل، لانه لو ما عملش بيلد للماك ادرس تيبل فرق ايه عن الهب؟ صح؟ يبقى تاني السويتش شغال فين؟ في الفيزيكال لاير، حاجه ملموسه اهي، وفي نفس الوقت شغال في لاير 2 عشان عنده القدره انه يفهم الماك. بس خدوها بقى قاعده عامه كده، لو انا قلت لكم دلوقتي ان انا عندي ديفايس شغال في لاير معينه يبقى انت فاهم كده في الباك جراوند ان هو بيفهم كل اليرز اللي تحتها. مش شرط اقول لكم بقى السويتش شغال في الفيزيكال وشغال في الداتا ليف، لا، لو قلت لكم جهاز شغال في لاير معينه اعرف على طول انه بيفهم كل اللي تحته، تمام؟ طب الراوتر بمسكه بايدي ولا لا؟ الراوتر ليه ماك، يبقى موجود فين؟ في الداتا ليف. الراوتر ليه اي بي، الراوتر انا لو ما حطيتلوش اي بي يبقى ملوش لازمه بالنسبه لي، تمام؟ الاي بي موجود فين؟ في النتورك، يبقى الراوتر شغال فين؟ في النتورك لاير وبيفهم كل اللي تحته. طب لو قلت لكم كارت الشبكه، النيك، كارت الشبكه شغال في انهي لاير؟ في الداتا لينك. ليه؟ بالظبط، فيزيكالي بمسكه بايدي ومحروق عليه الماك ادرس، يبقى كارت الشبكه شغال فين؟ في الداتا لينك لاير. طب لو قلت لكم جهاز الكمبيوتر شغال في انهي لاير؟ بالظبط، في الابلكيشن. فيزيكالي بمسكه بايدي، عليه كارت شبكه يبقى شغال في داتا لينك، عليه اي بي، ما هو لو ما عندوش اي بي هعمل بيه ايه كشغل شبكات، تمام؟ عليه حاجه اسمها بورت، لسه ما اعرفش ايه حوار البورت ده.
بسطب عليه ابلكيشنز، يبقى جهاز الكمبيوتر شغال في انهي لاير؟ في الابلكيشن لاير. واضحه؟ تمام. تعالوا ناخد اكزامبل كمان يوضح لي اكتر واكتر يعني ايه كيس شغال في لاير معانا. هفترض دلوقتي ان انا عندي كيس ايه عايز يبعت داتا لكيس بي، ده كيس ايه، ده كيس بي، سويتش 1 راوتر سويتش 2. تمام. احنا لسه قايلين ان كيس الكمبيوتر شغال في انهي لاير؟ في الابلكيشن اللي هي لاير كام؟ 5. لو هنتكلم في ارض الواقع ان هما دلوقتي 5 لاير. تمام. يقوم جهاز الايه مغلف الداتا جوه 5 لاير. تمام. ويبعت الداتا لمين؟ سويتش. السويتش عشان يشوف شغله صح محتاج يشوف المعلومه بتاعت الماك. ما هو لو ما بصش على الماك هيفرق ايه عن الهب؟ صح. الماك موجود في انهي لاير؟ يبقى ساعتها السويتش هيكسر صندوقين عشان يوصل لقلب المعلومه اللي هو محتاجها اللي هي الماك. تمام. وبعد كده يرجع يغلف الداتا تاني جوه الداتا، وهي ماشيه في الشبكه بتاعتي لازم تكون متغلفه في كل السنتين. تمام. فهيغلف الداتا تاني في الصندوقين اللي هو كسرهم ويبعت الداتا لمين؟ الراوتر. الراوتر عشان يشوف شغله صح محتاج يوصل كمان للمعلومه بتاعت الاي بي. الاي بي موجود فين؟ في لير 3. هيكسر 3 صناديق عشان يوصل للمعلومه اللي هو محتاجها. بعد كده يغلف الداتا يبعتها للسويتش، السويتش يكسر كام صندوق؟ صندوقين، ويرجع يغلف يبعته في النهايه للبي سي الاخراني اللي هيكسر كام صندوق؟ الخمسه بقى كلهم عشان يوصل لقلب الداتا بقى في الاخر. up to this point. حد عنده اي اسئله؟ تمام.